بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد واستاذ الأهلي. النهاردة هيكون عندنا وصف تفصيلي لكل ما يحدث في الدوري الممتاز الجولة 16، وأيضا مباراة الأهلي والنصر إن شاء الله على تقام غدا في إطار اللقاءات المؤجلة من الجولة الثامنة من دوري الممتاز. وهيكون معنا بصحبتنا نجوم مصر الكبار، كابتن مصر النادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم، وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي الكابتن ربيع ياسين. ولكن في البداية حابب أتكلم مع حضراتكم كابتن محمود خطيب بالأمس رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي و مؤتمر مشروع القرن، مؤتمر استاد النادي الاهلي وحلم الملايين والملايين من عشاق النادي الاهلي انك لازم يكون عندك استاد. استاد النادي الاهلي هيعطي النادي الاهلي نقله نوعيه في العديد من المجالات، من المجال الاقتصادي، المجال الاستثماري، لان انت تخش في اطار العالميه. كل الانديه في مستوى العالم تقدمت بسبب ان انت يكون عندك استاد. لو خدنا مثال الكره الايطاليه، لماذا ايطاليا تتخلف عن باقي الانديه؟ ولو شفنا نادي اليوفي، لماذا اليوفي هو اللي بيوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا؟ لماذا اليوفي هو اللي قادر على مواصله ومواكبه التطور اللي بيحدث في كره القدم من الناحيه والقيم الماليه والاستثماريه؟ بسبب ان اليوفي من الانديه الوحيده في ايطاليا اللي عنده ملعب خاص، هو اليوفي ارينا. هذا الملعب بيدعم فريق اليوفي بشكل كبير. ادي امام حضراتكم المؤتمر اللي استمتعنا بحضراتكم مع حضراتكم به بالامس، ووجود الكابتن محمود الخطيب وطبعا كل الساده الضيوف الكرام. وتحدث عن حلم الملايين، انك يكون عندك استاد يبتدي يكون عندك قيمه تسويقيه. استاد هيكون فيه فندق، وهيكون فيه فندق ابتدى الكلام على 100 غرفه اصبح فيه 140 غرفه. ده في الشكل والتصميم المبدئي. انك تتكلم على استاد كان بدايه الكلام 40,000 متفرج، اصبح من المتوقع ان شاء الله يكون فيه 60,000 متفرج. الاستاذ طبعا تركي الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الاهلي اللي تحدث عن استثمار مصري سعودي اماراتي. هذا الاستثمار المصري السعودي الاماراتي هيدي نقله كبيره جدا بالنسبه لهذا المشروع. ان شاء الله في حاله وجود التراخيص اللازمه هيتم العمل في 16 شهر، يكون منجز هذا المشروع الكبير، حلم للملايين، انك ازاي يكون عندك ملعبك، يكون عندك استادك، جمهورك انت طبعا بتدي له خدمه على اعلى مستوى، لان جمهور النادي الاهلي يستحق اكتر من كده. جمهور النادي الاهلي جمهور نادي القرن. ايضا سمو طبعا الاستاذ تركي الشيخ تحدث عن ان المستثمرين عايزين يدعموا اكثر من كده، عايزين طبعا اللي مشجعهم وجود النادي الاهلي وقيمته وشعبيته الجارفه الكبيره، على الاقل 80 مليون مشجع بيتكلموا طبعا بيحبوا النادي الاهلي، ولما يكون عنده ملعبه واستاده بيوفر له خدمه على اعلى مستوى، ان انت تروح تشوف في ملعبك، تشجع عندك دخلتك، طبعا المنافع اللي موجوده او الفاسيلتيز اللي موجوده داخل هذا الاستاد، وجود اكاديميه للنادي الاهلي وناشئين النادي الاهلي. انت ابتديت تواكب التطور، ابتديت تخش في اطار العالميه. الديزاين، الشركه اللي عملت ملعب ويمبلي ستاديوم من اكبر وافخم الملاعب على مستوى العالم، وانت دلوقتي الملعب لا يقاس فقط بمنظر الملعب، انت بس بتشوف منظر الملعب، ولكن الامكانيات اللي موجوده، المنافع اللي موجوده، الفاسيليتيز اللي موجوده داخل هذا الاستاد، هو اللي بتدي له قيمه كبيره جدا. النادي الاهلي نادي القرن، وان شاء الله يكون مشروع الحلم ومشروع القرن كما أطلق عليه يكون في الوقت المناسب، عشان يكون خدمة ومفاجأة الصراحة ألهلنا الكابتن محمود الخطيب امبارح بالأمس في المؤتمر. أيضا النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبداية مبشرة لعام 2018، أن تم تكريم الرياضيين. والصراحة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرياضيين الفائزين بميداليات وجوائز في البطولات الرياضية العالمية في 2017 والأجهزة الفنية اللي تولت تدريبهم، ومنحهم الرئيس أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين. حضر مراسم التكريم للدكتور مصطفى مدبول القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، مهندس خالد عبد العزيز بالتأكيد وزير الشباب والرياضة، وأيضا
فضلا عن رؤساء جهاز الرياضه للقوات المسلحه واللجنه الاولمبيه واللجنه البارالمبيه، بالاضافه الى عدد من رؤساء الاتحادات المصريه الرياضيه المصريه، وقام السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان سياده الرئيس عقد لقاء مع الابطال الرياضيين والاجهزه الفنيه، حيث اعرب عن استعاده ببدء العام الجديد بالاحتفاء بهؤلاء الابطال، مشيدا بالانجازات اللي حققوها والتي تساهم في رفع اسم مصر على المستوى الدولي. بالنسبه لابطال مصر في كل الرياضات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أبطال مصر اللي في كل المجالات وكل الرياضات، أن يتم تكريمك على أعلى مستوى من الدولة، دي بداية مبشرة لعام جديد، لأن أنت بتحس أن أنت مجهودك وتعبك اللي أنت حصلت فيه على ميداليات الجانب المعنوي من جانب الدولة، الدولة بتقدره. إذا أنت عليك يعني مواكبة المشوار وأن أنت تكمل انتصاراتك عشان الدولة حاطة عينيها عليك، ومش بس الدولة، ده كل ال100 مليون مصري مستنيين منك انك تقدم وتجيب الميداليات. احنا معنا على الهاتف البطل العالمي لرفع الاثقال ومتحدي الاتجاهات الخاصه الكابتن طارق مصطفى وهدام. مساء الخير يا كابتن والف مبروك. مساء النور. برحب بحضرتك ومبروك النهارده، تكريم مهم جدا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدايه مبشره لعام جديد. ربنا يخليك يا فندم، فعلا بجد مش عارف اقول لك ايه. والله انا كنت مبسوط جدا بالتكريم ده، وكنت في غايه سعادتي لان الحمد لله تم تكريمي النهارده مع لاعبين كتير في رياضات اخرى بالنسبه للباقين. طبعا كان بالنسبه لي فرحه وسعاده غير عاديه، لان بدايه السنه الجديده بيتم تكريمنا من سياده الرئيس. حافز ليا طبعا زي ما حضرتك ما قلت ان انا اقدر اكمل مشوار التدريب، واقدر اكمل مشوار ان انا ان شاء الله في اكتر من بطوله اقدر احقق اكتر من ميداليات وافرح ال 100 مليون. طيب كابتن طارق، كلمني الاول عن انجازك، كيف حققته في بطوله العالم للمكسيك؟ بتلعب تحت وزن كام؟ لان دي حاجه مهمه عايزين الساده المشاهدين كلهم يتعرفوا بيك اكتر. لا يا فندم والله بص، هي الحكايه كلها انا كنت اول بدايتي خالص كانت سنه 2014، دي كانت اول ميداليه ليا في حياتي، كانت بطوله الجمهوريه. لكن لو هنتكلم على بطوله كاس العالم اللي هي كانت 2017، انا كنت بلعب في ميزان 97 كيلو، قدرت اني الحمد لله اشيل 162 كيلو وحصلت على الميداليه الذهبيه. طيب حسيت بايه وجودك قدام الرجل الاول في الدوله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرمك بنفسه؟ اكيد اديتك دفعه كبيره. فعلا زي ما حضرتك قلت، دفعه كبيره جدا، وقد ايه شرف ليا، وقد ايه فخر، وقد ايه انا مبسوط بنفسي، وقد ايه انا فرحان باللي انا عملته، وانا لسه ما عملتش حاجه. انا ان شاء الله بوعد كل الناس اللي بتستنى كابتن طارق او طارق وهدان او ايا كان اللي بيقولوا اسم ايه، انا بوعدهم ان في اكتر من بطوله جايه ان شاء الله. انا بستعد ان شاء الله لبطوله طوكيو 2020 الاولمبياد، ف يعني اتمنى ان انتوا تكملوا دعواتكم وتكملوا تشجيعنا، لان احنا فعلا محتاجين الموضوع ده. لكن بالنسبه لرئيس الجمهوريه ده كان فعلا حافز كبير جدا لينا، وكمان ان هو يعني هو كان كلامه معاكوا ايه يا كابتن طارق؟ نعم؟ كان كلامه معاكوا ايه لما اتقابل معاكوا وهو عمل معاكوا لقاء؟ اتكلم معاكوا في ايه؟ والله بص، هو حضرتك هو ما كانش فيه لقاء، هو كان بس اللي هو مجرد ان احنا كنا بنسلم على سيادته، كان بيدينا الوسام. نعم. وكان ممكن نتكلم مع دقيقه او دقيقتين، لكن ما كانش فيه موضوع بعد ال يعني كان بيقول لكم مثلا شدوا حيلكم اللي جاي، بيبقى فيه كلمات تحفيزيه؟ بالفعل فعلا حصل كده، يعني بعد ما خلصنا التكريم قال شدوا حيلكم، عايزين اكتر من ميداليه، عايزين المزيد من التفوق، وعايزين اكتر من ميداليه ان شاء الله موسم 2018، وانا فرحان بيكم وانتم فخر للمصريين، واتمنى ان انتم تشدوا حيلكم شويه في التدريب. عايزين الناس اللي جابت مركز ثاني تبقى اول، عايزين المركز اللي جابه ثالث يبقى ثاني والثاني يبقى اول، وعايزين الناس اللي حققت ميداليه ذهبيه يبقوا احسن من كده ويبقوا ويشرفونا دايما في اي بطوله خارجيه. طب كابتن طارق، انت دلوقتي بقى اصبح عليك مسؤوليه، انت حققت انجاز كبير جدا، والان طبعا الشعب المصري كله بينتظر منك المزيد، توعد الشعب المصري بايه؟ ان شاء الله يا فندم اوعدكم، اولا ان في ان شاء الله في بطوله في شهر 7، بطوله افريقيا، اوعدكم ان شاء الله هحاول بل وهثبت ان ان شاء الله بطل، وهعرف ان كل المصريين ان اللاعب طارق مصطفى وهدان
فعلا زي ما حقق ميداليه ذهبيه في بطوله المكسيك هيحقق ميداليه ذهبيه في بطوله افريقيا. كابتن طارق، ان شاء الله. بالنسبه لرياضه رفع الاثقال، انت بيبقى يعني بتنافس الوزن وبتنافس نفسك قبل ما تنافس المتسابقين التانيين، يعني ازاي وصلت لهذه القدره ان انت تقدر تحقق انجاز كبير زي اللي عملته في كاس العالم في المكسيك؟ والله يا فندم بص حضرتك، زي ما قلت هو فعلا ده انجاز، بس بالنسبه للثقل انا دايما اكيد لازم اكون متمرن عليه ومتعود عليه، ان هو اكيد هيبقى تقيل، لكن انا متمرن عليه اكثر من مره في التدريب مع الكابتن محمود نبيل، لان انا لازم اسافر بطوله ولازم ابقى واثق من نفسي وعارف انا رايح اعمل ايه، انا رايح اشرف بلدي، رايح اخلي دوله المكسيك او الدول اللي كانت مشاركه معايا تسمع علم بلدي، تسمع نشيدي الوطني، وانا بردده وكل اللاعبين المصريين بيرددوه، لان ده فخر ليا وفخر لجميع المصريين اللي بيتفرجوا على البطولات اللي هي الالعاب الاولمبيه او الالعاب البارالمبيه. طيب وانت بتاخد الميداليه اول حد جه في دماغك كان مين؟ اكيد بص اكيد اهلي، يعني والدتي ووالدي اكيد اخو اول ناس، يعني انا عشان يعني مش كبير قوي سني حوالي 19 سنه، فانا مش كبير قوي ان انا مثلا افكر في حد تاني، اهلي اول ناس، ثم بلدي، ثم يعني الناس اللي فرحانه والناس اللي كانت مستنيه الميداليه دي، جدي وجدتي وباشمهندس عمرو وهدان اخويا وعلا اختي، يعني ناس كتير قوي قوي كنت بفكر فيهم، بس اللي كنت دايما بفكر فيه انا خلاص انا يعني انا عديت المرحله دي او عديت السلم ده، ده كده اول سلم انا يعتبر مشيت عليه، اللي بعد كده ايه؟ لا لازم افكر في ان اللي بعد كده، لا انا ان شاء الله خلاص مشيت دي يعني هركز في اللي بعديها. نعم، ربنا طبعا كده دايما يجيب انجازات، واحنا بنشكرك شكرا جزيلا والف الف مبروك، وان شاء الله تستمر في مواصله الانجازات الكبيره. طبعا الرياضه المصريه تحتاج الى هؤلاء صراحه، دول نموذج لكل شبابنا، دول نموذج لكل المصريين. الرياضات ولعبه رفع الاثقال من الرياضات الصعبه والثقيله، ولكن احنا هنا في مصر مميزين في هذه الرياضه، مميزين كمان في الرياضات اللي فيها قوه بدنيه، سواء ملاكمه، سواء تايكوندو، سواء رفع اثقال، سواء مصارعه، احنا عندنا ما شاء الله ربنا مدينا قوه كبيره جدا في هذه الرياضات، هذه الالعاب، وعندنا ابطال موهوبين. هتقول لي طب رفع الاثقال فيه موهبه؟ اقول لك ربنا بيديله موهبه وبيديله قوه وعزيمه انه يقدر يرفع الوزن التقيل جدا دوت بشكل معين، بتكنيك معين، والقوة العضلية ربنا مدينا في مصر حتى في رياضة كمال الأجسام، احنا عندنا أبطال على أعلى مستوى على مستوى العالم، يعني كل دلوقتي بيتابع البيج رامي في مستر أولمبيا، عندنا نفس الشيء بالنسبة لأبطالنا، وبصوا لميدالياتنا، محمد إيهاب في رفع الأثقال حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة، وده نموذج لأن مفيش مستحيل الرباع رفع الاثقال، مفيش مستحيل. بالنسبه ايضا للرياضات الثانيه اللي نفسنا انها تخش الاولمبياد زي لعبه الاسكواش، لعبه كلها فن، لعبه كلها مهاره، وعندنا تكريم ايضا من سياده الرئيس الجمهوريه لنجوم الاسكواش، واحنا معنا على الهاتف الكابتن علي فرج المصنف في تاليس عالميه ومنتخب مصر طبعا في الاسكواش. مساء الخير يا كابتن. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبين جميعا. وانت طيب، والف الف مبروك، تكريم مهم جدا النهارده من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الله يبارك في حضرتك، يعني هو يعني تكريم اكثر من مهم الحقيقه، هو حلم اي رياضي انه يبقى يتكرم من رئيسه في اي دوله في العالم، فكمان يبقى وسام الرياضه من الطبقه الاولى، ده حاجه شرف كبير جدا لينا. كابتن علي، هل حسيت ان ده يعني نتاج لمجهودك وتعبك انت وزملائك الابطال اللي تم تكريمه النهارده، ان يكون يعني الشخصيه الاولى في الدوله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي بيكرمك بنفسه في بدايه للعام الجديد؟ اكيد، يعني هو زي ما بقول لحضرتك هو ده اكبر شرف ممكن يحصل لاي رياضي في اي دوله، انه يتكرم من اكبر جهه سياسيه في الدوله سياده الرئيس، فده كان شرف كبير جدا لينا وحاجه عمرنا ما هننساها. بس اللي عايز اقوله الحقيقه ان هو مش مجهود شخصي زي ما حضرتك قلت، هي تبقى مجهود فريق عمل كامل واهمهم الاهالي، يعني احنا اهالينا هم فعلا الناس المفروض يتكرموا لان تعبوا معانا جامد جدا. انا متاكد لو حضرتك سالت اي حد من 39 رياضي اللي طلعوا على المنصه النهارده هقول لك انا اهلي هم السبب الاول والاخير في نجاحنا. طيب انت تم اختيارك رئيس لرابطه اللعيبه المحترفين البي اس اي اعتقد. مظبوط. ده صحيح. طيب دي هل ده بيدي لك طبعا مسؤوليه كبيره في الفتره اللي جايه؟ احنا منتظرين منكم الكثير، مصر ما شاء الله متصدره في الاسكواش. اكيد والله، احنا لعبه الاسكواش الحمد لله بتكبر بشكل كبير، بس للاسف هي لسه ما هيش من اكبر اللعب عالميا، فاحنا بنسعى جاهدا انه الاسكواش توصل تبقى اكبر لعبه في العالم، وان شاء الله نوصل لده، احنا ماشيين على خطه كويسه،
فالحمد لله هم اللعيبه والاتحاد السكواش المحترفين اختاروني ان انا ابقى الواجهه لهذا الموضوع. وطبعا اكبر حاجه ان احنا بنحاول نخش لعبه الاولمبياد وان شاء الله 2024 عندنا فرصه كبيره. طب كابتن علي، يعني احنا كويسين ما شاء الله جدا في الاسكواش، والشعب المصري بينتظر يعني ميداليات اولمبيه يعني كثيره في الفتره المقبله، ولماذا لا يتم ادراج لعبه الاسكواش داخل الاولمبياد؟ والله اسباب كثيره اكبرهم سياسيا، لانه حضرتك عارف تبقى لجنه اللجنه الاولمبيه الدوليه هي اللي بتقرر، بيبقى في كذا لعبه مقدمه واللجنه الاولمبيه هي اللي بتقرر. طبعا هيقرروا اللجنه الاولمبيه دي مكونه من اعضاء من امريكا من الصين، فبيقرروا الالعاب اللي هم ناجحين فيها. نعم. فاليوم اللي امريكا او الصين او احدى الدول الكبرى هيبقوا ناجحين فيها هيبقى في فرصه اكبر بكتير. احنا الحقيقه في بتاعت 2020 في طوكيو عملنا حمله اعلاميه كبيره جدا، واعتقد عملنا كل اللي علينا ان احنا نخش الاولمبياد، ربنا ما وفقش. بس اللي عايز اقوله لحضرتك ان احنا مش هتقف على الاولمبياد، يعني احنا نقدر نكبر جدا بدون الاولمبياد وان شاء الله هنفضل نكبر. ولو دخلنا كابتن علي، انت المنافسه ما بينك وما بين انجلترا واسكتلندا، يعني المملكه البريطانيه كلها، وعندك برضو مواجهه كان في باكستان، وكان طبعًا في شرق اسيا، المنافسه كبيره جدا ما بين طبعا نجومنا في مصر وهؤلاء النجوم. طبعًا. يعني طب هي دي احنا الحقيقه يعني شرف كبير جدا ليه ان احنا نبقى متربعين على عرش اللعبه دلوقتي. احنا في افضل عرش على العالم، في خمسه مصريين، في السيدات في اربعه مصريات، في ثمان بطولات عالميه اللي هم بطوله العالم فردي وفرق ناشئين، فردي وفرق ناشئات، فردي وفرق رجال، وفردي وفرق سيدات، فدول ثمانيه، احنا كسبانين سبعه من الثمانيه. ما عشان كده مش هنخش اولمبياد كابتن علي. بالظبط، بس ان شاء الله احنا متفائلين. زي ما بقول لحضرتك لو دخلنا وما دخلناش احنا ان شاء الله هنفضل نكبر وان شاء الله هنفضل نشرف مصر. طيب كابتن علي، النهارده اكيد لقائك معك السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بالنسبه لك حاجه ما هياش عاديه، يعني حسيت بايه وانت داخل بتسلم عليه؟ شرف كبير جدا لينا، يعني زي ما بقول لحضرتك اي رياضي، اكبر شرف لاي رياضي في العالم انه يتكرم من رئيس دولته، فان احنا ناخد وسام من الطبقه الاولى ده شرف ما حدش حد يقدر يتمنى اكتر من كده، ويعني حاجه عمري ما هنساها طول عمري. طب هل طلب منك ان انت تاخد بطوله العالم اللي جايه تكمل؟ هو الحقيقه طلب مننا بشكل جماعي، ان احنا فخور جدا لنتائج 2017، واتمنى ان انا اشوف احسن من كده كمان في 2018. فهي يعني التحفيز المعنوي اهم من اي تحفيز مادي ولا الاعلام، ولا ان يبقى في تحفيز معنوي من اكبر جهه سياسيه في البلد، ده بالنسبه لنا شرف كبير جدا وهيحفزنا ان احنا نعمل احسن ان شاء الله في السنين القادمه. طب كابتن علي، توعد سياده الرئيس والشعب المصري كله ايه من شاشه قناه النادي الاهلي في 2018؟ والله الواحد يقدر يوعده ما هوش نتائج على قد ما هو ان احنا نجتهد، يعني جهد كبير جدا جدا ان احنا نفضل نحقق النتائج دي. طبعا الباقي عند ربنا، بس احنا هنشتغل جامد جدا واتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق احسن ما حققنا في 2017. كابتن علي فرج، بطل مصر والعالم في الاسكواش، بشكر حضرتك شكرا جزيلا والف الف مبروك، وان شاء الله تكمل على نفس المستوى ونفس الانجازات. الاسكواش من الرياضات الجميله الممتعه اللي انتشرت في مصر بشكل كبير جدا، واحنا خدناها من البريطانيين، ودي من الحاجات اللي انت خدت الفكره وطبقتها وعندك المهاره، ان سكواش لعبه فيها مهاره، فيها فن وفيها متعه وانت بتمارسها، ومن الرياضات اللي حتى بتعمل لياقه بدنيه جميله جدا، وان شاء الله يا رب تخش في الاولمبياد وتم الكسر بقى حاجز ان عشان دوله معينه كويسه في الرياضه الفلانيه لا نبعدها وما ندخلهاش اولمبياد عشان ما تاخدش الانجازات. عايز ارجع سريعا لموضوع نادي الاهلي ومشروع نادي القرن، والصراحه كابتن محمود خطيب يعني مفاجاه كبيره جدا قبل انتهاء هذا العام. نفس الشيء كنا شفنا لقاء النادي الاهلي واتلتيكو مدريد، وديه كانت جميله جدا ومبهجه بالنسبه للشعب المصري، شفنا نجوم كبار زي انطوان جريزمان وزي جاميرو وزي كوكي وزي جابي وزي كاراسكو، النجوم الكبار اللي احنا بنشوفهم كانوا بيلعبوا في فاينل تشامبيونز ليج لعامين متتاليين امام ريال مدريد، ييجو سيميوني، وقد ايه حتى هو كان منفعل جوه المباراه. المباراه الحمد لله تم نقلها من عبر شاشتكم، شاشه قناه النادي الاهلي، واستمتعنا ب
الصراحه الحضور الجماهيري اللي جمهور النادي الاهلي دايما هو اللي بيصنع الحدث. احلى حاجه في الدنيا ان انت تتفرج على جمهور النادي الاهلي وهو مستمتع بنجومه ونهايه عام جميل. النادي الاهلي حقق انجازات كبيره في عام 2017، دولي وكاس ووصل فاينل بطوله افريقيا، ونفس الشيء داخل في بطوله هذا الموسم بطوله الدوري الممتاز بينافس فيها بشكل كبير جدا. دي من الحاجات الجميله اللي استمتعنا بيها مع كل النجوم الصراحه اللي كانوا موجودين في قناه النادي الاهلي، وقدمنا لحضراتكم تابلو فني جميل في طبعا نقل هذه المباراه، وايضا شفنا واستمتعنا بالنجوم الكبار. مع موجود مشروع القرن ومشروع استاد النادي الاهلي انك تنقل نفسك في الناحيه الاستثماريه، ان ايضا كمان انت جمهور النادي الاهلي ان شاء الله هيكون عنده يعني صرح كبير جدا، وهو الاستاد لازم ان هو يحافظ عليه، لازم ينقل الصوره الحضاريه انك بعد كده بقى تشوف دخلت بقى الثالثه شمال وهي في ملعب النادي الاهلي هتكسر الدنيا. الناس كلها انت تتكلم على جمهور بروسيا دورتموند الافضل من افضل جماهير في العالم بسبب الحاجات اللي بيعملوها في ملعب الدورتموند سيجنال ادونا بارك. ادي امام حضراتكم ملعب برج العرب كان حاجه تحفه، منتهى الجمال. لقاء الاهلي والاتلتيكو مدريد استمتعنا به حاجات جميله، وبنشكر كل النجوم العرب اللي جم شاركوا في هذا اللقاء، ايضا نجوم الدوري المصري اللي جم شاركوا معانا في هذا اللقاء، وكان الصراحه لقاء بيربط كده وفي تلاحم عربي داخل قميص النادي الاهلي، والجمهور الصراحه استمتع بالافتتاح اللي كان مبهر للغايه والالعاب الناريه، وحاجه زي ما بنشوفها بره. احنا قادرين ان احنا نقدم نفس المستوى، وان شاء الله جماهير النادي الاهلي في ملعب واستاد النادي الاهلي قدموا لنا كل الحاجات الجميله. ادي كنت بقول لحضراتكم دييجو سيميوني ما كانش جاي عشان نزهه، لا ده كان جاي عايز يستفيد اكبر استفاده ممكنه. الراجل هيرجع على الدوري الاسباني وكان عنده اخفاق في اخر لقاء، وبعد كده رايح ليه ختافي يعني ماتش مهم جدا، فكان مركز ان هو يستفاد، وهو ده الاوروبيين عايزين يستفادوا من كل حاجه هم بيشاركوا فيها. صراحه كانت حاجه جميله جدا في نهايه 2017 لكل جمهور النادي الاهلي. خلينا نروح سريعا على اخبار النادي الاهلي قبل ان اطلع فاصل واستقبل ضيوفي الكرام، ونتكلم بقى بوصف تفصيلي تحليلي لكل مجريات الامور في مباريات الغد وايضا مباريات الجوله 16. 22 لعيب في قائمه النادي الاهلي استعدادا لمواجهه النصر. كابتن حسام البدري اختار 22 لعيب، محمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم ورمضان مصطفى في حراسه المرمى، احمد فتحي وايمن اشرف ورامي ربيعه علي معلول محمد هاني هشام محمد في خط الوسط، معاهم عمرو السوليه واحمد حمدي ووليد ازارو في خط الهجوم، وليد سليمان احمد حمودي اسلام محارب مؤمن زكريا ومروان محسن. بعد 11 شهر يخش مروان محسن مرة أخرى في قائمة النادي الأهلي. أمام حضراتكم شايفين القائمة، أحمد الشيخ وأحمد ياسر ريان وباكا أو باكامانيا الجنوب أفريقي مع ميدو جابر وباسم علي. المواجهة الأبرز طبعا والحاجة الأبرز داخل هذه القائمة هو دخول مروان محسن مرة أخرى بعد 11 شهر. مروان من اللعيبة الجمال من الفراودة اللي عندها امكانات كبيره جدا، كان اساسي في منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، والاصابه اصابه الرباط الصليبي اللعينه اللي ابعدته. خلينا نتكلم ان مروان محسن الدكاتره في المانيا هم اللي حددوا هذا يعني او الوقت هذا الوقت للاستشفاء والعوده مره اخرى بكامل لياقته البدنيه، ده هو كلام الدكاتره الالمان. في ناس بتقول لك طب ما في لعيبه بيجي لهم صليبي ويجيكوا بعد 3 شهور، كل لاعب بيفرق عن التاني، مش كل واحد عنده نفس الاربطه ونفس الانسجه ونفس الانقباض العرضي. الموضوع كبير وفي علم وفي دراسات في هذا الشان، فمروان محسن خد راحته وخد كفايته حتى يعود مره اخرى. بدايه كانت مبشره في لقاء الاتلتيكو، وصراحه في تمرينات النادي الاهلي تمرين الامس والتمرين اليوم كان بيشارك بقوه كبيره جدا وكان بيحرز اهداف، عشان كده كابتن حسام بدري كافئه بان هو دخله في قائمه الفريق. خلينا نكمل ان الاصابات بقى بطبعه نجم الفريق طبعا عبد الله السعيد، حسام عاشور بسبب الاصابه، حسام عاشور عنده العضله الضمه، ايضا عبد الله السعيد كان واخد حقنه ويحتاج الى الراحه، اجهاد عام كبير جدا للاعب عبد الله السعيد. وقال طبيب الفريق طبعا ان عاشور لا يزال يؤدي برنامجه التاهيلي للتخلص من اجهاز العضله الضمه حتى يتم تجهيزه في المرحله المقبله. ايضا خلينا نقول ان كان في حضور النهارده من كابتن محمود خطيب لتمرين النادي الاهلي عشان يدي بعض الدعم للاعيبه النادي الاهلي، وكان شارك جونيور اجاييه المحترف النيجيري اللي عاد
من الأجازة القصيرة اللي خدها في نيجيريا لينتظم فيها التدريبات الجماعية. وبالتأكيد طبعا أجايي كان حابب أنه يحضر أجازة طبعا أعياد الميلاد في نيجيريا مع أسرته. خلينا نتكلم على تصريحات بقى كابتن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر اللي قال ان مواجهة الاهلي هتكون صعبة للغاية امام افضل فريق في مصر وفي افريقيا وعنده افضل العناصر، وقال ايضا ان النصر هيقدم اداء قوي ومش هيكون سيت سهل حتى يؤدي الفريق حاليا بشكل جيد وقوي، لكن هو بس مشكلته في التوفيق. وكلم عن غياب نجوم النادي الاهلي زي عبد الله السعيد وقال ان الاهلي لا يتأثر بغياب اي لاعب سواء عبد الله السعيد او عاشور، ولكن تعليماتي للاعبي النصر هي التركيز الشديد في تطبيق الواجبات المطلوبة. تصريحات تعتبر واقعية إلى حد كبير جدا بالنسبة لفريق هيواجه النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا زي ما هو قال ومن غير طبعا كابتن السيد عيد يوجه إلى هذا، النادي الأهلي نادي القرن وهو فعلا على أعلى مستوى سواء محليا وأفريقيا. خلينا أيضا نقول أن كابتن طارق يحيى مدير الفني الجديد لبتروجيت، وتستمر حالة تغيير المدربين الشديدة اللي في الدوري الممتاز. نادي بتروجيت بيخش في هذا الأمر هو آخر، وكان معاه كابتن أحمد عبد الفتاح أيضا، وكان في النهارده جلسه تعارف ما بينه وبين رئيس النادي المهندس خالد عبده واحمد فهيد نائب رئيس النادي، وجت الجلسه في حضور حماده انور مدير الكره والجهاز الفني مدحت عبد الهادي والمدرب العام وايضا كابتن احمد عبد الفتاح بمنصب المدرب المساعد، وبنتمنى لهم التوفيق وايضا كل التوفيق للكابتن محمد يوسف احد من المدربين الكبار في الكره المصريه، ولكن هذه هي حال كره القدم. اطلع فاصل واستقبل ضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم وايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن يا ياسين. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حبيبي. مشاهدينا استقبل ضيوفي الكبار كابتن مصر النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن فاروق. اخبار حضرتك؟ تمام كل سنه وانت طيب. الدنيا كلها طيب. ايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ربيع سليم. مساء الخير يا ابو الكباتن. مساء الخير يا كابتن محمد. ازي حضرتك؟ منور حبيبي. اهلا بيك. موفق دايما. ربنا يخليك كابتن مصر. نتحدث عن مباراه الاهلي والنصر، لكن في البدايه هنستعرض الجوله ال 16 اللي كان من ضمنها تعادل النادي النصر امام نادي ام بي بهدف مقابل هدف، وايضا فوز النادي الاهلي على بتروجيت بثلاث اهداف مقابل لا شيء. كابتن شريف، في هذه الجوله لم يحدث مفاجات كثيره، ولكن كان ابرز هذه المفاجات هو تعادل النصر امام ام بي بهدف مقابل هدف، وحتى النصر هو اللي بدا في التهديف. طبعا احنا متعودين على نادي النصر انه بيلعب جيم مفتوح، ما فيش حاجه بيبكي عليها، عنده 13 نقطه من الحصيله من المباريات اللي لعبها كلها، بيلعب مع اي فريق بنفس الشكل وبنفس الكيان، مع التحفظ بس على الاثنين اللي بيلعبوا ورا عنده حجاج ورضا، بيبقى عندهم الارتداء يعني ترد وتعمل يوتيرن، بيبقى بطيء شويه في التحضير وفي المدافع من الخلف، فاعتقد ان دي حاجات من اللي هي دايما بتسبب لهم يا ضربات جزاء يا بتخلي فيها اهداف فيهم تجي من العمق، ما بتجيش مثلا من على الاطراف كتير حاجه زي كده. انما هم فريق فقدوا طبعا لعيب كويس قوي حازم ممدوح ده في وسط الملعب، جاله كسر الف سلام عليه. الف سلام عليه، بنتمنى له الشفاء السريع. يعني عندهم اسلام عيسى ده من اللعيبه الهداف بتاعهم مفكر بتاعهم، واللي عنده جرأه وعنده ازاي يلعب وازاي يشوط، هو سريع وسريع يعني كده، لكن الحقيقه لعيب ياخد العين ونركز عليه ونبني خطه. لما يكون عندنا خطه ونشوف لعيبه كويسه في الفرقه الثانيه، اسلام عيسى من احد اللاعبين اللي احنا لازم نعمل لهم حساب، ولازم يبقى فيه على طول ديفنس معاه، على طول في ضغط عليه، على طول ما يلعبش بحريه كامله. انما هم فرقه الحقيقه محترمه في الوجود في الملعب.
الحظ بقى انه يلعب ضد انبي فرقه كبيره وبعدين يتعادل بضرب الجزاء بيبقى في حاجات ده احنا قلنا فيها فنيات بتكتمل باللعيبه. يعني بيجي في شهر يناير فاروق تلاقي لعيبه لو الناس دي معاها فلوس والكلام ده وعملوا عضموا نفسهم وجابوا 4-5 لعيبه وقدروا يخشوا في الجو العام بتاع الفرق الكبيره ما اعتقد انه بقى لهم وجود ويبقى لهم شيء تاني موجود قدام اي نادي. والنادي الاهلي لما بيلعب معاه فرقه دلوقتي مبقاش فيه فرقه سهله وخصوصا في الراوند الثاني اللي هيحصل او في المباريتين المتبقيتين دول فهو لازم كمان يبقى له سبق في احراز اهداف وتغطيه الاهداف. هو عنده سابقه انه كل ما بيجيب جول ما بيلحقش بيتاخر في الاهداف يعني من كسبان 3 بس متاخر في الوقت هاف تايم ما فيش اهداف الهاف تايم الثاني في الحركه وفي التغييرات وفي كل حاجه. اعتقد ان احنا بصدد ان احنا هنشوف مباراه كبيره قوي. كابتن ربيع هل انبي فقد نقطتين امام نادي النصر وخاصه ان كمان نادي النصر كان حقق نتيجه كبيره للغايه امام مصر المقاصه باربع اهداف مقابل هدف والان يتعادل مع انبي هدف مقابل هدف. خلينا نقول ان الفرقتين يا محمد الامكانيات بتفرق طبعا والاختيارات بتفرق والقدرات بتفرق والجانب النظامي في الطموح بالنسبه للموسم اللي مطلوب مني امكانيات انبي اكتر من كده. انبي المفروض ينافس على بطوله الدوري، انبي يملك الاداره، يملك الماليات، يملك الجهاز الفني اللي عنده خبرات وخد خبرات، يملك القدرات. انبي مكانه الطبيعي انه بينافس على المقدمه. النصر فريق صعد ونزل وهبط ورجع تاني بامكانياته وماشي بقلل القليل، لكن فريق محترم بيقدم كوره جميله مع مدرب فاهمهم، فاهمين مدى بعض، عندهم انسجام، عندهم تفاعل في حدود الامكانيات المتاحه وهي القدرات اللي موجوده الماليه. مش كل الفريق فيه نجوم، ده في بعض من النجوم، بعض من القدرات اللي بيكسب بيها سيعيد وبيروح بيحاول هو تبقى نتائجه يعني حقق مفاجات، حقق من طلع الجيش وحقق قدام المقصه، لكن هو هل هيستمر؟ هل هو وجوده في الدوري؟ انما طبيعي جدا ان نتيجته مع انبي تعادل اعتقد انها مكسب مع انبي، لان انبي مصنف، انبي يملك الامكانيات ويملك 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 الخبرات الكبيره جدا، لكن هو فريق احترم، فريق النصر بصراحه تحترمه، بيقدم كره كويسه، بيحاول، عندهم نظام، عندهم شكل، بيحاولوا، لكن الفوارق الكبيره جدا في الخبرات، الفوارق في القدرات يا محمد المهريه لها دور كبير جدا، الفوارق في الصفات الاراديه، الفوارق في الطموح والاراده، حاجات كثيره جدا، لكن هو فريق تحترمه وموجود بشكل كويس وليه شكل وليه طعم ويحب تتفرج عليه بصراحه. عنده لعيبه على عندها فرديات وسيد عم معاهم حاله والاداره في ظهر الجهاز وفي ظهر الناس وماشيين يعني بيحاولوا، لكن اعتقد ان شاء الله بقى الامر صعب ان يبقى ده صعب طبعا كل الدوري، انما الكره مالهاش كبير. كابتن ربيع بالنسبه لنادي زي النصر هو ابتدى يعرف طريق الممتاز، نفس الشيء بالنسبه للرجاء، دايما ما بنلاقيش الدعم الكبير الفرقه تقدر تقعد في الدوري الممتاز. هم بيقدموا صراحه سواء نادي النصر بيقدم كره كويسه او نادي الرجاء بيقدم بعض اللقاءات لا باس بها، ولكن في الاخير برضه بنيجي نتكلم ان الامكانيات هي السبب الرئيسي في تراجع المستوى والهبوط مره اخرى. مفيش كلام محمد، بص انت انا احب النظام واحب التخطيط الجيد جدا حتى لو ما عندكش امكانيات، انت بتاخد كل الاسباب وفي حدود امكانياتك بتخطط للموسم. عندي الموسم 6 و18 فريق، انا عاوز ابقى في المربع، عاوز ابقى في العشرة، عاوز اقعد، عاوز ابقى في فرق، من هنا بتختار الجهاز. الجانب النظامي الاداري والفني في النصر اكتر من الرجاء، ادينا النادي النصر عارف هو الراجل مع سيد يعني مع سيد عيد، الاداره مع سيد عيد عامله نظام مثالي خلاص بيثق فيه وهو بيثق في الاداره تمام. هو فتره معاهم كبير طبعا عارف وحافظ واخد بالك وعارف امكانياته والنادي مسانده بقوه. النادي النصر يعني نادي هادي جدا، في رئيس نادي هادي بيقعد مع المدير الفني ينظم اموره في حدود الامكانيات انت ماشي، بس طبعا النتائج متغيره عشان ما فيش امكانيات زي بعض من الفرق الكبيره محمد خلينا واقعي، المتغيرات اللي موجوده عشان الامكانيات حسب الامكانيات الفريق بيدخل، انما الرجاء بيغير كتير جدا، انت ما بتعرفش الاداره عاوزه ايه من الرجاء، انت صعدت بمدير فني ورحت مشيته، جبت مدير فني مشيته، جبت مدير فني مشيته، جبت مدير فني مشيته، 4 أجهزة في الموسم ده مين يستحمل؟ في اول 15 مباراه ما ينفعش، ده كتير جدا. طب يا كابتن السبب في اللعيبه ولا في المدير الفني؟ احنا عايزين نعرف السبب. بص حاجتين مهمين جدا، الاداره بتقعد تختار المدير الفني عشان تقعد مع بعض يختاروا اللعيبه. انا محتاج كام لعيب؟ 11 12 13 14 محتاج مراكز معينه، محتاج حارس مرمى، محتاج حضدار، محتاج وسط ملعب مهاجم، محتاج وسط ملعب مدافع، محتاج واحد يروح للجول، محتاج راس حربه صريح. الجانب النظامي في الاختيارات محمد مهم جدا، المدير الفني مع
اللاعب والبرنامج بقى بتاعه والتحضير والتجهيز اللي هو لان الموسم طويل وشاق ومش سهل. ده لقاء الرجاء والاسماعيلي، وفاز الاسماعيلي بنتيجه كبيره جدا 5 أهداف، وكان اول لقاء واخر لقاء للكابتن احمد عجوز. يا كابتن شريف. كابتن احمد عجوز طبعا من اللعيبه اللي كانت بتمتعنا في الكوره الحقيقه في مع الاسماعيلي. انا عايز اقول لك على حاجه برضو، زي ما انت شايف السرعات ابتدت تبتدي تاني هاف تايم، يعني نعم. مش في اول هاف تايم، يعني نعم. في صمود للرجاء كان على خلال الهاف تايم الاولاني، واذا بتتفتح الطريق قدام نادي الاسماعيلي وبيحرز اول هدف في الدقيقه 48. ده كان اخر لقاء ايضا ليدي صبر اللي هو راح اوغندا وجه كابتن ابو طالب الحسن. طيب ما بيتعرض عليك 8000 او 10000 دولار يا كابتن ربيع، بيجي لك 40000 دولار في حته ثانيه مع منتخب كبير، فاعتقد ان الحكايه بتبقى ايش بالنسبه له، هم بيبصوا باحترافيه اكتر. اسم دوله كانت بتنافسك على انها تخش كاس العالم، منتخب كان الحقيقه وجوده هناك برضو في بور الضوء. بص الكره السهله اللي بيلعبوها اسماعيل الحقيقه اللي وحشتنا بجد، يعني الحقيقه بيلعبوا كره جميله جدا، فيها انسيابيه وفيها انطلاقات وفيها السرعات، واهم حاجه من اللي فيها اللي احنا شايفينه دلوقتي ده السرعات. السرعات بترجم 5 أهداف بخمس فرص، 5 فرص وبيضيع 3 4 فرص. اذا الخطوط فتحت في فريق الرجاء اللي انت كنت بتتكلم معاه ربيع هو والنصر، الفرق دي بتحاول تدي اكتر ما عندها، انما الامكانيات اللي موجوده عند الفرق دي ما تسمحلهاش. بص شايف الباك بيخش الناحيه الثانيه وباصص وعامل وفي تواجد وفي حد جاي من الخلف، لو عديته حتى الراجل راح حتى يحط كوره بعد ما دخل الجون عايز يحطها برده جون. اذا في كالدرون وادي كالدرون لعيب جميل ولعيب عظيم الحقيقه ان هو في المنطقه دي بيملى، وفي المنطقه دي عنده حسن الفينش وعنده حسن القرار في الحكايه دي، وبيرقص وشايف المرمى وشايف كل الدنيا. ده كان هدفه الثامن. وما بتكسب جون واثنين وثلاثه بتتفتح بقى الحكايه عندك، وبتقدر اللعيبه تلعب باريحيه ونفسيه احسن بكتير قوي. كابتن ربيع، يعني نادي الاسماعيلي وصل للنقطة 37 من 16 مباراة، نادي الاهلي حتى الان 33 من 14 مباراة، وغدا واحدة من اللقاءات المؤجلة امام النصر. هل الاسماعيلي مع التغيير الفني اللي حصل ما بين دي صابر وكابتن ابو طالب العسوي، هل ممكن يأثر على الفريق سلبيا؟ انا من وجهة نظري انه هيأثر. الناس الاسماعيلي يعمل قدرات ولاعيبه كويسه جدا، عنده نقص في بعض من المراكز اللي ممكن بامر الله تعالى يحتاجها، الا بقى لو هو في الانتقالات الشتويه باذن الله تعالى انه دعم. نعم. لكن انا من وجهه نظري ان مدرب السي في بتاعه جامد جدا معروف. نعم. المدرب ده مدرب كبير جدا، وواضح من شكل الاسماعيلي التوفيق بتاع سبحانه وتعالى في النتائج. نعم. لكن هو شكله في ادارته للمباراه، شكله في قراءته للمنافس، شكله في التوظيف، شكله في التطوير خلال سير المباراه، تحس انه مدرب عنده خبرات. عنده خبرات في مواقف، بيعرف يواجه، بيعرف يغير. نادي اسماعيلي السنه دي احنا من فتره كبيره جدا ما شفناش الكوره الجميله، ما شفناش الاداء الجميل، ما شفناش النتائج دي. النادي الاسماعيلي طبعا لو يملك الامكانيات هيبقى اقوى افضل واحسن من كده. لكن النادي الاسماعيلي بيطلع دايما عشان بس الظروف الماديه. وكمان يا كابتن يعني ما كانش عنده بديل لكالدرون، كالدرون حينما استبعد من اجل الايقاف ما كانش فيه البديل اللي يقدر يكون مكانه. ما انا قلت البديل مش موجود، وفي نفس الوقت هل هيدعم في الشتاء؟ اللي اقصده ان ناس بيقدم كوره جميله مع مدرب تقيل فنيا، مدرب عارف بيعمل ايه، بيحاول بالامكانيات اللي عنده القدرات يشتغل بيها كل مباراه لوحدها، فكره واضح جدا جدا، النتائج بتاعت ربنا. لكن هي الاداره مسنداه وهي اللي اختارته، اختارت مدرب سيفي جامد جدا، عنده خبرات كبيره جدا، بيعرف يدير المباراه اثناء المباراه ودي مهمه جدا، بيعرف يقرا المنافس، بيشتغل على حاجتين، على فرقته، تحضير فرقته فنيا خلال المباراه وقراءه المنافس جيد. فانا من وجهه نظري ان حجم المدرب ده ولفت الانظار في مصر. انا هيجي له عروض واكيد هنشوفه في مصر، لان احنا خلي بالك احنا هنحترم المدرب اللي يلعب كوره هجوميه شامله حديثه في تمرير وتحرك ولمسه ولبسه ولعبه وتطوير ونهاية هجمه ومدافعه، كل ده احنا شايفينه بصراحه في المدرب نادي الاسماعيلي. فمدرب مشانه من وجهه نظري هياثر في الاداء وسير المباراه خلال الاحداث اللي جايه. هل قوه وقيمه النادي الاهلي هذا الموسم كابتن شريف انه تفوق على الاسماعيلي بوجود دي صبري بهدفين مقابل لا شيء وكان الافضل في هذا اللقاء؟ الحقيقه كان لقاء متعادل لغايه هم جات لهم كره كالدرون، ده كان ممكن جت في العارضه ورجعت تاني واحنا كنا متفوقين فيها جدا. النادي الاهلي كان جوه الجيم، كان عامل ريتم، كان عامل اداء، كان عامل خطوط ساعتها، كان عامل سرعات، عامل حساب الفريق الكبير اللي هو بيلعبه المنافس. فكان الاهلي له السبق وله التهديف، والاهلي دايما لما بيهدف فاروق في الاول بيفتح نفسيه اللعيبه بتجري، بيزودوا
الشحن اللي موجوده جوه الملعب اكتر، باللعيب بيبقى اراد بقى ان هو ياكد الفوز، فكان التوفيق كل التوفيق كانت في المباراه. وشفنا حاجات كتيره، وشفنا السرعات اللي كنا بنتكلم عليها. لو تفتكر السوليه، لو تفتكر السوليه جاب جول عالمي، جاب جول عالمي، وعبد الله السعيد ايضا من ثلاث اربع لعيبه، من اجاييل عبد الله للسوليه دايركت على طول بياخدها بليسنج. مش هننسى الاهداف دي، ولا هننسى الاداء الجميل، ولا هننسى التركيز كان بتاع اللعيبه وعدم الارهاق. كان لسه الفرقه ما حصلهاش ارهاق جامد جدا، واصابات زي الشكل اللي احنا بنشوفه، العين ضربت في الفرقه جامد يعني الحقيقه. يعني حضرتك بتقيم قيمه النادي الاهلي بانه كسب افضل منافسيه حتى الان في الدوري؟ اسماعيلي والمصري. يعني اسماعيلي والمصري، وكسب انبي، عمل مباراه كبيره قدام انبي لو تفتكر. انما الاسماعيلي ليه وجود، الاهلي بيلعب وبيجيد قدام الفرق اللي بتعرف تلعب كوره كويس. طيب حضرتك، هسال حضرتك نفس السؤال، هل ترى ان قدوم كابتن ابو طالب العسوي هيكون دفع النادي الاسماعيلي، ام من الوارد بسبب تغيير الاجهزه الفنيه ان المستوى تراجع الى حد ما؟ هتقول لك على حاجه، وربيع عارف القصه دي، لو اي جهاز فني بيجي له مدير فني جديد، المدير الفني ده زي انبي كده لما جاله مدير فني جديد وفي كاريزما. وادي دجله في مدير فني طارق العشري جه عمل نتائج ربيع مذهله، ثلاث اربع ماتشات متعادل ماتش معاك، ويعني فبيبقى توفيق المدرب اللي جاي ده مع اللعيبه، بيحبوه وبيحفظوا طريقته، وهو بيبقى شايف امكانياته وبيقرا بسرعه. في مدرب بيبقى عنده برده حنكه برده شويه كده، نقول عليه خبرته كويسه قوي. انه بيقرا النادي الاهلي كويس، بيقرا الفرق الثانيه كويس، بياخد الماكسيموم من اللعيبه اللي عنده، بيعرف يشغل اللعيب فين. يعني ممكن يعمل روتيشن للعيبه نفسها، تفرج الكره اللي انا بقول لك عليها دي، تغير مجرى ماتش حاله، بدل ما انت بتلعب على الفوز اهو الراجل بياكد ثاني وعايز يجيبها. دي كره من الكرات اللي احنا محظوظين فيها، ان احنا كان لينا ان الحظ ان هي ما تخشش. انما الحظ بتاعك انت اللي انت اللي بتبقى سباقه، انما انت بتروح لما بتروح كنت بتروح بنص ملعبك، بتروح عامل حسابات المرتدات. هم ما عملوش الحكايه دي. لم يحصل على الاكثر استحواذا. هم الاسماعيلي ما عملش الكونتر اتاك اللي هو المفروض زي بيعملوا زي النادي الاهلي. انما الاهلي بقول لك ما بيجيب جوال، بيبقى السرعات عنده اعلى والارتداد عنده اعلى، والشكل والخبرات كمان على لعيبه الاسماعيلي. هدف سوليه وهدف عبد الله السعيد كان في تناغم كبير جدا من ناحيه النادي الاهلي. انا فاكر ربيع واحنا قاعدين المره اللي فاتت قال لك في وقفنا الصوره وشفنا الجون اللي جبناه لاجاييه لما دخل على الراجل خد قطع منه الكوره وراح لعبها لعبد الله. عبد الله من غير ما يفكر شايف واحد جاي له سبرنت من ورا زي الطلقه. راح لعبها له، والراجل الثاني عارف الهدف اللي هو رايح عشان، وراح عاملها بليسنج في الجون. فدي حاجات من الاهداف الجميله جدا كرويا وجميله، والجمل اللي هم الناس بتقول لك انا عايز اشوف جمله، عايز اشوف حاجه، ما فيش اسرع ولا اجمل كان من الهدف ده اللي بيترجم في ثانيه. ما لحقناش غير ان كلنا قلنا الله وبرافو، وادينا نادي الاسماعيلي يوم حقه الحقيقه في المباراه. وشايف الوضع في الجدول، الاسماعيلي هو المنافس، الاسماعيلي هو الاول. الاسماعيلي انت اللي بتروح دلوقتي تعوض الماتشات بتاعتك اللي انت متاخر فيها عشان تاخد مكانك الطبيعي وتبقى موجود. ف هارد لك الاسماعيلي ان المدرب بتاعه ده مشي، وبالتوفيق كله العيسوي لما يجي باذن الله. طب نروح للقاء من اللقاءات اللي كان فيها تسع اهداف، لقاء المصري البورسعيدي ونادي طنطا، تسع اهداف 6-3 للنادي المصري. صراحه النادي المصري عمل لقاء كبير جدا، وايضا طنطا ولاعب مصطفى محمد صراحه ظهر، طبعا هداف نادي طنطا ظهر بمستوى جيد. كابتن ربيع، النادي المصري حتى الان استطاع ان هو في هذا اللقاء انه يعود مره ثانيه لمستواه، لقاء فيه اهداف كبيره جدا، احنا مش متعودين على هذا النسبه من الاهداف في الدوري المصري. يعني احنا اغلب الفرق عندنا بتلعب بطريقه دفاعيه، ولكن هذا اللقاء كان مفتوح. واضح طبعا اللقاء مفتوح، وشكله الفني كرر يعني مباراه فيها تسع اهداف، اكيد فيها جوانب بدنيه ما فيش شك طبعا، فيها ان فيها جري كتير، ان فيها سرعات كتيره جدا، ان فيها قوه، ان فيها حاجات كتيره جدا بدنيا. على الجانب المهاري اكيد في جانب مهاري مهم كان موجود، في تحرك، في تمرير، في ترابط، في انهاء هجمه، في شغل كتير جدا مهاري. على المستوى الخططي اكيد برضو يعني المباراه فيها تسعه، فيها جوانب خططيه، جنب اليمين، جنب الشمال، العمق، فيها كروسات، فيها تصويب، فيها حاجات كتيره جدا. وفي نفس الوقت ان يعني هي مباراه ممتعة من مدرب بحجم حسام حسن. حسام بقى عنده خبرات، بيعرف يتعامل مع اللعب على الاوفسايد. يعني
ضربوه احمد جمعه، احمد جمعه بيجيب الهدف الثاني ليه في هذه الصوره، كان الاولاني من تسديد. الصراحه اسلام طارق من الاجوان الكويسه ولكن لم يكن موفقا حارس مرمى طبعا. انا بوصف لك يعني سير المباراه والاهداف اكيد طبعا احنا قلنا الاهداف الدالت دول ان في كوره جميله، في كوره سريعه موجوده، فيها اداء ممتع من الفريقين، لكن في جوانب مهمه جدا عشان تقدر تنظم امورك. حسام دلوقتي بقى يعرف يتعامل مع الفرق الصغيره، في هنا فكره عند حسام رائع جدا ان بيعرف يتعامل قوي ويعرف يتعامل مع الفرق الكبيره، امتى يفتح جيمه وامتى خد بالك يهاجم بيه وامتى يروح عشان يسجل. ده ذكاء من المدرب جدا طبعا، مفيش كلام، عامل يعني فكرك بسيموني اتلتيكو مدريد. محمد فرود نادي طنطا جاب جونين بنفس الشكل، كره عرضيه من ناحيه اليمين وبيحطها حتى في نفس الزاويه بشكل منضبط، هو شكله بيجيد يعني اللعبه ديت يا كابتن ربيع. هو الهداف بتاعه هو راس حربه، ده معار من الزمالك تقريبا. نعم. لعيب كويس ولعيب جيد ولفت الانظار. فانا بس بالنسبه للمصري يعني فالفريق المصري بقى يعني زي ما قلت ان عاملين حسام حسن بجهازه الفني وابراهيم ومع اللعيبه ومع الاداره ومع الجمهور عاملين شكل رائع وعاملين نتائج رائعه وعاملين ترتيب كويس جدا وماشيين كويس المصري بصراحه، فبيقدموا عروض. طنطا طبعا عشان اسامه يمكن رايح لسه، اسامه اكيد محتاج جوانب يعني كل ثلاث ايام مباراه، مش هيقدر اسامه ان هو يطلع اللي عنده عشان ينظم الشكل الدفاعي عشان ينظم الشكل الهجومي عشان يعمل شغله الخططي، محتاج وقت. كارد لك اسامه لكن حاولوا وعملوا ماتش كويس ولكن الجاي افضل واحسن باذن الله. هو المصري في المركز الثالث برصيد 30 نقطه وطنطا في المركز قبل الاخير 17 برصيد 13 نقطه، ولكن برضه كابتن شريف باستعراض الاهداف عندنا مشكله احنا في التمركز. ادي هدف في الثاني رضا العزب ومصطفى محمد بالكربون يا كابتن شريف. نفس الشكل ونفس التكوف ونفس كانه متمرن عليها ويملك. هو لاعب الحقيقه يملك من الجانب الهجومي انه مش اي حد بيلعب الكره بدماغه كده ويحطها، فكرني بعلي ابو جريشه كان يطلع ويلف رقبته وهو بيحط الكره جوه الجول. احنا برضو عندنا نجوم في النادي الاهلي، عندنا يعني كابتن حسام حسن، كابتن محمد رمضان من النجوم اللي كانت بتلعب بدماغها يعني بشكل مميز جدا، كابتن ايمن شوقي. لا كابتن شريف عبد المنعم كنت بطير وبعملها دايفنج. انت كنت تحب تلعب كره؟ كل لعيبه النادي الاهلي بيلعبوا بدماغهم كويس. نعم. وكل لعيب يلعب في النادي الاهلي لازم يكون الشخصيه بتاعته شخصيه الاداء بجميع اي لاعب لو تلاحظ لازم النادي الاهلي بتلاقيه لا جاب جون بدماغه. يعني ربيع جبت جون بدماغك ولا اعدلك؟ قال لك اعدلك. تحب اعدلك؟ ما اعدليش وانا بعد انا غلطت الناس اعدلك يا كابتن. المهم اعدلك يا كابتن. فلازم اي لعيب في النادي الاهلي يلعب بكل حواسه. نعم. بكل بكتافه. نعم. برجليه بصدره اي حاجه بتبقى موجوده، بس احنا بنبقى مبسوطين قوي ما بيبقى جوانب زي فرقه طنطا جاي جوانب اللعيبه فيها زي ما اللي انا شايفه اثبات ذات، اثبات وجود، ان انا بلعب قدام فرقه متوفقه عليا وعندهم سرعات اقوى مني وبيجيبوا فيا كل شويه جول وانا برد وانا برجع الماتش تاني ويجيبوا هم متوفقين في كل كره بتاعتي، الكره بتقف عليها اوفسايد جيم بيقدروا يتفرجوا عليها يخش فيهم جول ممكن ما تخشش. نعم. احنا ياما شفنا بص الكره دي بتعمل ارتداد وبتروح مش مقصوده، يعني ده جون بيخش فينا كونتر اتاك في كوره الراجل بس هو اللي عمل السرعات وادي التحركات والدخول جنة. ففي طبعا عناصر اقوى بكتير، في فكر اقوى بكتير، في اثبات ذات جوه الملعب كان موفق فيه النادي المصري، واعتقد ان ده الماتش بتاع الاسبوع اللي فات اللي احنا نقدر نقول عليه ان هو ده الاورد بتاع الدوري، يعني تسع اهداف ده يعني جايزه في الدوري، يعني 6-3 و5-0، يعني الاسبوع كان فيه اهداف على الرغم ان فيه تعادلات كتير يعني. بس ده تشوف اللعيبه اللي انت بتتكلم عليها هتلاقي الاول والثالث، مش هتلاقي حد تاني، هتلاقي الانتاج ده جاي الست اهداف ده والخمس اهداف من الفريق الاول على الدوري والفريق الثالث اللي بينافسك برضه في المركز الثاني والثالث، فده الطبيعي. طبيعي ان انا يبقى عندي لعيبه عندها حافز، عندها سرعات، عندها وجود جوه الملعب، تقدر تترجم كل اللي بيحصل ده لتصويبات وابتكار بقى، يعني انت بتشوف النهارده الراجل ده بيشوط الكرة وعنده فكر ان هو متحضر ان هو يشوط، عنده فكر يطلع تكف ويعمل الكرة بدماغه وياخدها يحطها في المقص مرتين زي ما انت قلت كوبري، عندهم الاستعدادات النفسيه دي. طبعا كابتن اسامه وكابتن ياسر ريان زي ما قال ربيع هم لسه جايين على الفرقه محتاجين تدعيم، محتاجين لعيبه، يعني في يناير دي لو اديت فكر لاسامه وللناس دي ولعيبه تقدر تخلي اسم المدرب يترجموا له الشغل اللي هو جاي عليه وعايز يعمل حاجه كويسه، بنتمنى لكل الفرق زي ما اتكلمنا عن النصر والرجاء وكل الفرق دي. طيب احنا معنا على الهاتف زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب النادي الاهلي وتمرينه النادي الاهلي. كريم مساء الخير وايه اخر اخبار فريق النادي الاهلي؟
تحياتي ليك يا زميلي محمد، تحياتي طبعا لكل مشاهدي قناه الاهلي، نجوم طبعا استوديو طبعا معاك. اكيد طبعا النهارده التدريب النادي الاهلي استمرارا طبعا استعداد مباراه النصر. النادي الاهلي النهارده كان مقرر ان يقام المران في الساعه الثالثه، لكن بدا متاخر شويه من نصف ساعه او اكثر من نصف ساعه. كمان كانت محاضره الكابتن حسام البدري، محاضره فنيه ثم محاضره فيديو طبعا لعرض بعض لقطات مباريات النصر الاخيره، والحديث ايضا كمان على بعض نقاط القوه والضعف، الاسلوب، التكتيك، وكمان المهام اللي هيكون فيها خط الظهر وخط الهجوم في هذه المباراه. وعقب طبعا المحاضره بدا التدريب كالعاده ببعض الفقرات البدنيه مع الكابتن انيس الشعلالي مخطط الاحمال، ثم دخل التدريب في طبعا بعض تدريبات الكره تحت اشراف الكابتن حسام البدري. النهارده يمكن انقسم قسمين للتدريب، كان في مجموعه بتادي بعض التقسيم او المربعات اللي بيقام طبعا تحت اشراف الكابتن سيد والكابتن احمد ايوب، وايضا مجموعه ثانيه كان في تقسيمات بسيطه في منتصف الملعب الثاني. كابتن حسام البدري اتكلم بشكل كبير جدا عن اهميه الفتره القادمه انطلاقا من مباراه النصر، قال لابد ان احنا نركز في المباراه بغض النظر عن الاسم وعن الترتيب وعن نقاط الفريق اللي احنا هنقابله. المباراتين القادمتين سواء النصر او الزمالك هتكون لهم تاثير جدا مع النادي الاهلي في مشواره نحو الحفاظ على بطوله لقب الدوري. وعايز اكد لك كمان زي محمد ان في تركيز كبير جدا من اللاعبين، في حماس شايفينه في التدريبات، تحذيرات مستمره. كريم، هل 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 اجاي شارك بشكل طبيعي في التدريبات؟ اجاي طبعا يمكن بعد وصوله متاخر، ووصل طبعا امس، النهارده شارك في جزء من التدريب، لكن هو خارج القائمه خاصه بمباراه طبعا النصر نظرا لوصوله متاخر، وما شاركش التدريبات الجماعيه خالص. ولا بستعرض معاك زميلي محمد كمان القائمه الخاصه بمباراه النادي الاهلي، الشناوي واحمد عادل، عبد المنعم ورمضان مصطفى، احمد فتحي وايمن اشرف ورامي ربيعه وعلي معلول، محمد هاني وهشام محمد، عمرو السليه، احمد حمدي، وليد ازارو، وليد سليمان، احمد حمودي واسلام محارب، مؤمن زكريا، مروان محسن، احمد الشيخ، احمد ياسر ريان، وباكا ماني، وميدو جابر، وباسم علي. تاكيد عن خروج حسام عاشور، حسام عاشور اطمنا من طبيب النادي الاهلي، قال ان هو عنده اصابه في العضله الضامه، هيكون خارج القائمه، وبالتاكيد طبعا هيكون خارج المباراه. بالنسبه لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد استمرارا طبعا الراحه اللي هو موجود فيها ايضا هيكون غايب زميلي محمد عن المباراه وعن القائمه، ده اللي طبعا موجود بجانب سعد واكرامي واجاي ومتعب، عدد كبير جدا خارج القائمه في الاصابه، وايضا عدد كبير خارج القائمه للرؤيه الفنيه سواء عمرو بركات او صالح جمعه، صبري رحيل، حسين السيد، اكرم توفيق، وعبد الله الشامي. لكن الامور ماشيه بشكل طيب، وفي تركيز كبير جدا للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه الغد، وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق زميلي محمد في كل مباراه. كريم، هل كان في فقره ضربات ثابته؟ اكيد كان في فقره ضربات ثابته، وايضا ركلات الجزاء الفرجهيه كان في كمان في اخر المران خاصه الكابتن حسام البدري بعض الفقرات. ممكن اسالك مين شارك فيها؟ نعم، فقره الضربات الثابته مين سدد؟ اللي شارك طبعا في فقره الضربات الثابته احمد الشيخ وميدو جابر وحمودي ومؤمن زكريا واحمد فتحي وعلي معلول، عدد كبير النهارده كان مركز عليه كابتن حسام في الضربات الثابته وايضا ركلات الترجي. طيب، هل كان في بعد المران كان في اجتماع ما بين كابتن حسام البدري واللعيبه لمحاضره، ولا بعد التمرين خلاص الموضوع انتهى؟ لا، عقب المران توجه اللاعبين طبعا الى الاوفيس الخاص بفريق النادي الاهلي اتجاها الى معسكر مغلق استعدادا للمباراه. طيب، هل كان في زياره من كابتن محمود خطيب لمران اليوم؟ يمكن كنا متواجدين احنا خلال طبعا الفقره الاولى اللي بتبقى مسموح لينا زميلي محمد ان احنا نكون في تصوير المران، ما شاهدناش الكابتن محمود طبعا في التواجد في ملعب الدش، لكن اكيد كان متواجد فيه هو حمام السباحه، وكان المفروض ان هو يكون يعني اتقال بعض الاقاويل ان هو يكون متواجد في المران، لكن لم يشهد المران تواجده في هذه الفتره. طيب، مروان محسن اسالك، كنت شفته طبعا في التمرين ومروان بيعود للقائمه بعد 11 شهر، هل يعني انا شفته امبارح كان متألق في التمرين، هل استمر في التألق؟ أكيد زميلي محمد كنت متواجد، وشفت طبعا مروان كان متواجد أمس بيأدي طبعا تدريبات، وهو جاهز بشكل قوي جدا، وطمنا من كابتن أحمد وكابتن سيد والدكتور كمان خالد محمود، قال مروان جاهز، وإن شاء الله كابتن حسام حاطط أمل كبير إن هو كمان يبدأ بيه إن شاء الله مباراة النصر بإذن الله. أكيد مروان قيمة كبيرة طبعا، وإن شاء الله بإذن الله التوفيق، واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني. نفس الأمر بالنسبة لهشام محمد. محمد ايضا بيأدي تدريبات زي ما شفناه في اتلتيكو مدريد، ايضا بيأدي تدريبات على اجمل وجه وماشي بشكل طيب جدا، وايضا ان شاء الله غدا ممكن يبقى ليه فرصه كبيره في غياب عاشور طبعا زي ما احنا عارفين. هل في اي حاجه زميلي كريم حابب تضيفها؟
لا يمكن دي ابرز كواليس واخبار التدريب النادي الاهلي النهارده، وبتمنى اكيد كل التوفيق غدا للنادي الاهلي في مباراته امام زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه القيمه لتمرين النادي الاهلي. عرفنا منه ان مين اللعيبه اللي شاركت في المران، برضو اللعيبه اللي غايبه بسبب الاصابه، ايضا كل استعدادات النادي الاهلي، ولسه عندنا كلام كتير جدا وباقي مباريات الجوله 16 واستعدادات النادي الاهلي. ولكن بعد هذا الفاصل اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حبيب. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل تحليلنا الفني لمباريات الجوله 16 في الدوري الممتاز. هنروح للقاء من اللقاءات ايضا اللي كان فيها اداء قوي جدا، العديد من الاهداف، هو تعادل الاتحاد السكندري مع المدير الفني مكيدي الاسباني، وايضا الكابتن عماد سليمان مع مديره الفني طبعا مع نادي مصر المقصه بهدفين مقابل هدفين. الاتحاد كان يتقدم ومصر المقصه تتعادل. كابتن شريف، اتحاد في وضعيه المركز ال 14 وصيد 15 نقطه، 16 مباراه 15 نقطه على زعيم الصغر، اعتقد ان الاتحاد يعاني هذا الموسم. احنا حذرنا وجبنا الاستاذ محمد بن صلحي هنا وكلمنا فيه على القناه وقلنا له لازم تاخدوا بالكم ان سيد البلد ما ينفعش يبقى في هذا الموقف، وما ينفعش نيجي الراوند الثاني ونبتدي بقى عايزين نلملم نقط ونعمل كده. احنا ما بنحبش الفرق اللي ببالها دوله ومحافظه وحاجات كده يبقى في موقف لا يحسد عليه. الناس كلها بتشتغل، وخاصه لما يبقى معاك واحد زي محمد مصلحي فاتح لك الدنيا كويس قوي، بيفكر كويس وعنده فكر وواعي ورياضي، وقبل كده ماسك وبيروح ويرجع، هو برده احنا بنسميه الاب الروحي بتاع نادي الاتحاد. فانا مكيده ده بياخد فلوس قد ايه يا رؤوف؟ فاروق سوري، قد ايه بياخد فلوس؟ انا عايز لعيب بالفلوس دي، وعندك مليون مدرب في مصر يقدر يشيل فرقه الاتحاد ويقدر يتفاهم، وعندك من الامكانيات من اللعيبه اللي هنا اللي تقدر كانت موجوده ومدربين على اعلى مستوى الحقيقه، وهم اللي فاهمين الدوري المصري شغال ازاي، هم اللي مين الدنيا شغاله ازاي، هم اللي شايفين مين يجيبه ومين. يعني حضرتك كابتن عايز ضد روتيشن للعيبه لنادي الاتحاد دي تدعم بيها، نعم، تخليهم واقفين على عرض صلبه، مش كل ما يجيبوا جول افضل من التعاقد مع مدير فني. لا مدير فني مالوش مش حاسس بيه الحقيقه، مش حاسس حتى وان كان لسه ما ينفعش فرصته. يعني انت بتيجي على المدرب المصري يبقى كسبان 2-0 مثلا ويتغلب من الاسماعيلي 4-2 ويحصل، تقول لك المدرب هو السبب. ما فيش مدرب، المدرب لو عنده امكانيات جامده في الملعب يقدر يعمل اي حاجه، يقدر يفوت يبقى ثاني وثالث الدوري زي السنه اللي فاتت كده. الاتحاد كان ليه شكل جميل جدا، كان فيه لعيبه، لما اللعيبه لما مشيت بانت الهويات فين؟ بان الفراغات اللي موجوده في الملعب فين؟ فبالنسبه للاتحاد السكندري كل اللي محتاجه انه في الفتره الجايه تدعيم قوي جدا، لان الاتحاد مش زي فرقه بتطلع وتنزل، ده ما ينفعش. فاحنا بنتمنى له، واتكلمنا مع الاستاذ محمد هنا في القناه على هذا الشكل. احنا بنحب الاتحاد وبنتمنى الاولمبي يرجع، وكان في فرق احنا بنحبها دايما موجوده معانا، المنصوره مثلا، الناس دي كلها ليها شكل تاني، ليها رانو، بيديك دفعه كمان لما تبقى في جماهيريه في الدوري، على الاقل هنشوف جماهير هناك تاني لما يتفتح الجمهور، هتلاقي الدنيا بقت بتساعد، الملاعب بتتظبط، كل حاجه في الرياضه بتبقى فيها ثقافه احترافيه. فاحنا بنزعل جدا لما يبقى الفكر واقف عند مكيده، لو في بينالتي ولا حاجه ندفعه بس نلحق الدنيا شكلها ايه، وناخد الفلوس اللي هي اللي هتكلفنا طول السنه دي ونعمل بيها تدعيم للمدرب اللي جاي. يعني اسامه عرابي زي ما كنا بنتكلم، لو اديته كابتن فاروق شويه فلوس وشويه لعيبه وكده هتلاقي في فكر تاني موجود، بيعاني من ايام اسوان وبيعاني، وعماد النحاس بيعاني، وناس تروح يشتغلوا في الرجاء ويشتغلوا، اللعيبه اللي بتروح تمسك ما عندهمش امكانيات. فنادي الاتحاد الحقيقه يا استاذ محمد بنتمنى ان انت توقف الفرقه بامكانيات في اول يناير عشان نتفرج على، وبيلعبوا كره حلوه قوي، ده مسكوا نادي الزمالك 10 على 10 واتغلبوا. نعم. يعني عايزين بس الحته الاخرانيه هي الفاينل، اللي احنا نجيب اربع خمس عمدان كده في فرقه الاتحاد. كابتن ربيع، مصر المقصه المركز التاسع 20 نقطه، وفي ظاهره يعني صعبه ان نادي مصر المقصه يخش فيه 29 هدف زيه زي الرجاء اخر الدوري.
بكل هذه الامكانيات ووضعيه الدفاع المقصه الصراحه يعني لغز كبير جدا. اقوى هجوم واضعف خط ظهر. اكثر فرقه سجلت وجابت اهداف واكثر فرقه دخل فيها اهداف. هنا بقى تخش على ايه؟ على الاداء، على الفنيات. انا احب الفنيات واتكلم في الفنيات واعرف ان الكوره فنيات. نعم. خد بالك هنا برضو في ظاهره تقول لك ان في تذبذب، مفيش ثبات في المستوى، مفيش ثبات في الافراد، مفيش ثبات في الاختيارات، مفيش ثبات في الشكل رايح جاي دفاعيا على المستوى الفردي ودفاعيا على المستوى الجماعي وهجوميا على المستوى الفردي وجماعيا على المستوى هجوميا على المستوى الجماعي. لا انت في حاجه اسمها انا في حاجه اسمها طريقه، في حاجه اسمها تطوير اداء من تبتدي الملعب. انا بروح عشان اجيب جول اعمل ازاي من غير الكوره اعمل. في حاجه محمد اسمها خطط دفاعيه، جوانب خططيه دفاعيه على المستوى الفردي والجماعي، تنظيم دفاعي بشكل جيد. طبعا دي الكوره، الكوره عشان اكسب لازم ادافع، لازم ادافع الاول وبعدين اكسب. مجموعه مراحل انت بتحفظها للفرقه. لما النهارده يبقى حجم المقصه نادي يملك الاداره ويملك لعيبه وكان عاملين حاله غير عاديه عشان كان في استقرار وانسجام وتفاهم واختيارات قدرات. انت عاوز تنافس بختار قدرات معينه. القدرات خلي بالك لعيبه بقدرات بتشتغل بيهم طرق ممكن تصنف وتعمل وتغير حتى سير المباراه باختياراتك اللعيبه والقدرات المعينه اللي تقدر تمشي. هو ده كان موجود في المقص، كان موجود. واخد بالك مشي جه عماد سليمان اشتغلوا رايحين جايين مره يكسبوا مره الاداء مش هو، لكن هي فرقه المفروض اداء يبقى اقوى افضل واحسن من كده وترتيبها افضل. المقصه تمشي بكل الامكانيات محمد. يعني هل المشاكل الدفاعيه كابتن ايه اللي مخليه وضعيه نادي مصر المقصه في هذا الوضع في الدوري الممتاز؟ يعني لما فرقه يدخل فيها كل الاهداف دي يبقى اكيد مشاكل دفاعيه. احنا بص احنا يعني الترتيب يا كابتن دلوقتي يعني بكل اللعيبه اللي موجوده امكانيات مصر المقصه، انت عندك لعيبه اثنين هدافين الدوري يا جون انطوي واللاعب حسين الشحات. تمام، هم قدام ماشيين كويس، قدام مفتوحين. نعم يبقى هو ده اللي طبعا ما انا قلت لك اكتر فرقه داخل فيها اهداف. خلينا واقعيين يا محمد، الفرقه اللي فيها اخطاء دفاعيه كتيره يبقى مع احترامي شديد احنا بقى بنتعلم. انت بتخلي بالك لما جه سيموني، سيموني فكره ايه في التدريب؟ نعم. مع الفرقه الكبيره ومع الفرقه الصغيره هو ده، امتى افتح واروح وانطلق واكسب 6-3 زي ما عمل حسام حسن 6-3 انه فاتح الجيم هجيب حتى لو جيب فيا وكسب 6-3 بيلعب الاهلي او الزمالك او الفرق الكبيره. خد بالك تحول الى فلسفه دفاعيه، برافو عليه. وبيلعب خد بالك بشكل معين بيروح بيه برضه، هو ده لازم يتعلمه. اللي اقصدك اللي اقصد انما المقصه احسن من الاول، احسن من البدايه. عماد احسن من البدايه بكتير، لكن المقصه من وجهه نظر انا يبقى ليها دور ادوار متقدمه، عندها اداره جيده جدا وعندها مدرب جيد عماد سليمان وعندها لعيبه. المفروض المقصه يبقى طموحها وترتيبها وكورتها وادائها. هل شايف يا كابتن ان في انتقالات يناير مصر المقصه هتدور على مساكين ولا هتدور على حارس مرمى؟ طبعا يا محمد لازم يدور على حارس مرمى ودور على خط ظهر ودور يا ابو. خلي بالك ممكن يكون اللعيب مش احنا طبعا يعني دي بتاع مدير فني، وفي نفس الوقت ما هو واضح يا كابتن ما هو ده لما يبقى حارس مرمى بالشكل ده مش عاوزين يعني نقول، لكن التدعيم بقى بتاع المدير الفني وفي قوته فين؟ عينيه فين؟ تركيزه فين؟ التزامه فين؟ انا عاوز ايه بالظبط عشان اقدر امشي في الدوري؟ كابتن شريف مصر المقصه داخل افريقيا ويعتقد بهذا الدفاع الكارثي هيبقى في مشاكل في افريقيا كبيره. الحقيقه احنا فوجئنا بيه بمباراه الاهلي، يعني سرعات غير عاديه، تركيز غير عادي، ميز باص ضعيف جدا انك انت بتقطع منهم الكوره. نعم. عاملين ماركينج على كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، وبعد كده ما شفناش الفرقه دي تاني. زي ما يكون هي ناس انت جبتهم محترفين من بره يلعبوك ورجعوا تاني كل الثغرات تبان في وسطهم. هل تقيم الفريق يا كابتن بادائه امام النادي الاهلي؟ والله انا سيبك يعني من قصه في فرق كده سيبك من قصه في فرق بتيجي قدام النادي الاهلي، شكلهم في المباراه كان حاجه تفرح بصراحه. يعني اجبروك انك انت تركز، اجبروك انك انت تطلع انياب النادي الاهلي. انت ما كنتش موفق في الماتش ده بالاهداف ال 12 اللي جولك جبت منهم جولين. اذا عندهم، اذا في سرعات، اذا في فكر، اذا في مدرب زي مار ربيعه عماد سليمان، راجل كويس جدا بيفكر بتفكير جيد. ايه اللي حصل بقى في حكايه الدفاعات اللي هي بينها اي زيارات رايحه؟ النصر كسبوهم الماتش اللي بعديه 3-4-1 ولا كان كام ولا 3-1؟ انا مش متذكر 4-1. النتيجه ما بينهم كانوا كسبانين النصر 1-0، تعادلوا مع الرجاء. هم تعادلوا مع الرجاء واتغلبوا من النصر.
هتخش في النتائج النصر كسبهم 4-1 4-1 مباراه غريبه جدا بعد مباراه الاهلي دي. ففي انحدار حصل في الفرقه وتدهور، لعيبه خرجت من الفرقه، لعيبه دخلت، مفيش اصابات، احنا ما سمعناش عن اصابات، انما الشده اللي حصلت لهم في ماتش الاهلي كان بسرعات غير عاديه. انا بصيت قلت الفرقه دي ازاي يكون مركزها 20 نقطة ورا الانتاج الحربي؟ يعني ازاي فرقة زي دي تبقى ورا الانتاج الحربي؟ ازاي فرقة زي سموحة ومولين العرب النهارده فوق مصر المقاصة اللي انت زي ما بتقول بتلعب في افريقيا؟ في حاجات بنشوفها الحقيقة في الدوري المصري. يجوز التلات مباريات كل او اربع مباريات هما بيلعبوا كل اربع خمس ايام ماتش، يجوز ده في حمل كبير على الفرقة، في حمل كبير على اللعيبة اللي هي موجودة معاهم، ما عندهمش البدائل الكتير اللي هي تقدر تخليهم نفس الثبات بنفس الاداء ونفس المستوى اللي بيبقى على ساحه الدوري. بنتمنى لهم ان كل التوفيق عشان افريقيا كمان على الاقل. طيب كابتن شريف، نتحدث سريعا عن المقاولين والداخليه. وصراحه يعني النادي المقاولين هذا الموسم عامل موسم كويس جدا، المركز السابع عنده 22 نقطه، ولكن طلائع الجيش مع قدوم كابتن حلمي طولان ابتدى يستفيق مرة أخرى، وهدفين مقابل شيء على أرض المقاولين العرب، وطلائع الجيش يصل إلى النقطة 19 ولسه عنده لقاء مؤجل. هل شايف أن طلائع الجيش ابتدى يشوف الانتصارات مرة تانية مع كابتن حلمي؟ أقول لك على الماتش ده، احنا اتفرجنا عليه، كان كل التوفيق لفريق طلائع الجيش الحقيقة. المقاولين العرب عمل جيم كويس قوي، كان في تواجد على فترات كل ربع ساعه كده اشوف خمس دقائق او 10 دقائق استحواذ لفرقه طلائع الجيش، انما كان في توفيق في كورتين اللي راحوا بيهم هدفين. نادي المقاولين العرب كان في بعد في المسافات بين الخطوط، وده لاول مره نشوف عواد بنفس الشكل ده وبنفس الاداء. اللعيبه بعيده عن بعض. محمد عوده. محمد عوده. اللعيبه بعيده يا كابتن عن الملعب، اللعيبه ما فيش تقارب الخطوط، السرعات حتى الانطلاقات بتبقى انطلاقات فرديه، ما كانوش يفكروا في الكره الجماعيه اللي هم بيطلعوا خطوط مع بعض مسترسله لغايه لما بيروحوا لغايه الجون، وبعدين تلاقي زياده عدديه جوه منطقه الجزاء تقدر تترجم منها اهداف، انما هم كانوا بيدوروا على بعض. انما طلائع الجيش كان عنده النيرف وكان عنده الاستحواذ وكان عنده الوقت اللي يستغل فيه الاهداف، بعد كده رجع تاني كان بيجيب الجول ويعمل يحترم زي ما احنا بنتكلم الفرق الكبيره اللي بتجري بيحترموهم وبيلعبوا منطقه دفاعيه كويسه قوي. راحوا جايبين الجون التالي بقت في مشكله صعبه قوي على محمد عوده في هذه المباراه. كابتن ربيع، نتحدث الان على نادي الزمالك. الزمالك يفوز على الاسيوطي سبورت بهدف مقابل لا شيء في لقاء، صراحه نادي الاسيوطي ادى لقاء جيد، ولكن المحترف الافريقي كاسونجو بيهدي الزمالك ثلاث نقاط اكثر من مهم. نتيجه كويسه للاسيوطي طبعا. نعم. مش انه معنى الزمالك وحجم الزمالك وحجم القدرات اللي موجوده وحجم الطموح اللي موجود على المستوى الفني من نادي الزمالك، لا، الاسيوطي عامل فيها كويس ان يخرج بواحد صفر وبيقدم عروض كويسه، احيانا بتلاقي عنده عامل مفاجات كويسه جدا في الدوري، عاملين حاله اللي قلنا الاداره مع الجهاز الفني مع اللعيبه كويسه جدا في الدوري، نادي صاعد ومع ذلك ماسك نفسه، عندهم شكل، عندهم شخصيه، بيروحوا يسجلوا، بيدافعوا كويس قوي، عندهم فرديات، عندهم جماعيه، عندهم يعني حاله فنيه كويسه، تقدر تقول ان فريق الاسيوطي عمل في المباراه دي نتيجه كويسه ب1-0. نعم. بصراحه، وكان ممكن يسجل في اوقات من الاوقات عن طريق المرتدات الهجوميه اللي وصل بيها نادي الزمالك. طبعا حجم نادي الزمالك مش ده في الرابع محمد، مش ال 28 نقطه ولا 28 نقطه. نعم. نادي الزمالك بيمر بظروف صعبه جدا، في تغيير، في تشتيت، في متجهزه فنيه، في لعيبه، في اختيارات، في تغيير جلد. انا اعتقد نادي الزمالك فنيا 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 في الملعب عنده نواقص كتيره جدا وسلبيات فنيه كتيره جدا على المستوى الفردي والجماعي، كذا كان دفاع او هجوم، ما عندوش شكل يا محمد، ما عندوش سير مباراه، ما عندوش تطوير، ما عندوش انهاء هجمه، ما عندوش جوانب خططيه، ما عندوش عمق، ما عندوش سيستم فني تقدر تقول ده نادي الزمالك بتاع الفن والهندسه. عشان واقعيين، نادي الزمالك حجمه كبير، كورته كبيره، نتائجه كبيره جدا. احنا كنا دايما الاهلي والزمالك، خلي بالك فترة التمرينات الماتش الثاني بتاع الزمالك على بطوله الدوري. نعم. واخد بالك؟ فالمجمل الفني بتاع نادي الزمالك من وجهه نظري انا بعيد كل البعد عن نادي الزمالك اللي احنا نعرفه. كابتن شريف، نذهب الى اخر لقاءاتنا. طبعا كان في لقاء الداخليه وسموحه وتعادل بدون اهداف ما بين الداخليه وسموحه. سموحه مع كابتن طلعت يوسف مركز السادس 23 نقطه، والداخليه مركز ال 12 18 نقطه. واعتقد ان يعني الفلسفه ما بين كلا المدربين تؤتي الى التعادل.
انا عايز اعرف الفلسفه اللي هي حصلت في اسمه. هلو ارتضوا بهذا الشكل خلاص، وارتضوا ان هم بيتعادلوا ماتش ويكسبوا ماتش ويتغلبوا ماتشين مع استقدام مدربين جداد واجهزه فنيه؟ هل بقى هو ده الطابع دلوقتي، ان انا الفريق بيحدد عمر المدرب لما بيجيله؟ يعني دي بقت حاجه موجوده في الدوري عايزين نتكلم فيها. انا النهارده مدير فني ببقى موجود بلعب معايا حد. طيب فضل. احنا عندنا بس الكابتن عبد العاطي السيد المدرب العام لنادي النصر. مساء الخير يا كابتن. ازيك يا كابتن؟ برحب بحضرتك طبعا كابتن رؤية وكابتن شريف. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن عبد العاطي. مواجهه صعبه بالنسبه لفريق النصر وايضا بالنسبه للنادي الاهلي، مواجهه النصر لم تكن سهله. والله طبعا النادي الاهلي فريق كبير طبعا بيعمل حكايات طبعا. سواء اي حد هيلعب طبعا، في ناس بتتكلم تقول ان في بعض اللعيبه مش هتشارك. احنا بنلعب مع كيان واسم كبير. ايا كان اللي بيلعب فهم لعيبه كبار. النادي الاهلي مش ما بيجيبش حد عشان يلعب ماتش ولا بتاع، لا ده كل لعيب يعني قيمه يعني في حد ذاتها يعني. نعم. فطبعا احنا بنحترم طبعا النادي الاهلي، وماتش عامل له حساب كويس، ونتمنى ان احنا نادي كويس ونتمنى ايضا في اطار الروح الرياضيه ان تكون موجوده ان شاء الله باذن الله. عايزين نطمن على اللاعب حازم ممدوح، واصابته وصلت لايه؟ والله حازم تعرض لكسر مضاعف في العصبة وأجرى عملية وقعد 3 أيام في المستشفى، والحمد لله طلعت في البيت إن شاء الله. يعني هو يحتاج فترة من 6 ل 7 شهور ليرجع تاني للملاعب إن شاء الله. طيب هل في تغييرات في قائمة فريق النصر؟ مين اللعيب الأبرز اللي ممكن يخش مكان حازم ممدوح، حازم من الركائز الأساسية؟ والله هو احنا لم نستقر لغايه دلوقتي على مين، لكن طبعا احنا عندنا خيارات من بره الملعب وعندنا خيارات من جوه الملعب. فان شاء الله كابتن النهارده بالليل بعد العشاء يقعد معانا ونبتدي نطرح يعني الخيارات اللي موجوده، سواء هنستعين بحد من خارج الملعب او هنوظف حد من الملعب ندخله مكان حازم. فلسه ما استقرناش على الموضوع يعني لحد دلوقتي. طيب هل في رصد لمكافآت من قبل إدارة النصر لهذا اللقاء بالتحديد؟ طبعا دكتور عمرو طبعا اتكلم الفريق وحفزهم ان يكون في مكافأة إجابة للفريق طبعا في حالة الفوز على النادي الأهلي أو تحقيق نتيجة إيجابية. واحنا مش دي الهدف الرئيسي من المباراة. طبعا مباراة النادي الأهلي طبعا مباراة مهمة، والفريق ما بيقدر يحصل على نتيجه ايجابيه منها بيدي ثقه جامده جدا وتبقى دافعه للماتشات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه لنادي النصر بيلعب بفلسفه الى حد ما منظمه دفاعيا، النادي الاهلي بيلعب بشكل هجومي دي طريقته فلسفته، هل هتواجهوه بنفس الطريقه ولا ممكن تغيروا؟ وارد ان انتم تغيروا الفلسفه بتاعتكم في هذا اللقاء. والله يا كابتن احنا عندنا مفهوم لكره القدم يعني شويه ما فيهوش الجانب الدفاعي قوي، لكن احنا عندنا مفهوم كره القدم ان هي مبذول بتبذل مجهود في الملعب، حاله تركيز، حاله اهتمام، بتبذل اقصى جهد ويصاحبك حاله توفيق تؤدي بيك انك تخسر الماتش. لكن احنا يعني حتى النادي الاهلي فريق كبير بس احنا لينا طريقه اللي احنا برضه مش لو شفت الماتشات هتلاقي ما عندناش بنلعب ماتشات جيم دفاعي قوي تحت، لا هو بيبقى فيه توازن شويه. بيبقى فيه فرقه زي النادي الاهلي عندها قدرات هجوميه بنبتدي نشتغل على نقطه القوه اللي عندهم ونحاول نحط من قدرتها، لكن احنا لازم يكون لنا تواجد هجومي ان شاء الله باذن الله بكره. الا لو انت مش هتقدر تحصل على نتيجه ايجابيه في المباراه، مش هتهاجم، مش هتوصل لنتيجه ايجابيه. طيب كابتن اشرف، كابتن اشرف لماذا تم طلب نقل المباريات الى من ملعب استاد القاهره الى بترو سبورت؟ والله هي دي مش بتاعتنا احنا حضرتك، ده احنا طبعا الوزاره كانت بتتكفل بايجار الاستاد لينا. جينا بعد اخر مباراه ابلغنا الاستاد قال لنا احنا مش هنقدر نستضيف مباراه في الاستاد، فابتدينا نتحرك ان احنا ننقل المباراه بيت السبورت، بدليل ان احنا ماتش الاهلي هو المفروض يتلعب في بيت السبورت. لكن لما طبعا الناس اتكلموا وقالوا لا احنا نلعبوا في استاد القاهره، احنا ما منعناش خالص وقدرنا ان احنا نلعب في استاد، فما كانش في اختيارنا يعني. يعني اللقاء الغدا في استاد القاهره باذن الله. لقاء غدا. طيب هل في تدعيمات في يناير؟ ان شاء الله في تدعيمات في يناير، بس طبعا
يعني مش هينفع نقول اسامي عشان طب بلاش الاسامي قول لنا المراكز. في تدعيمات في خط الظهر طبعا، وفي تدعيمات في خط الهجوم، وفي تدعيمات في جانب الشمال للفريق، هم دول الابرز اللي هناك. افارقه ولا مصريين؟ في 2 افارقه وفي 2. طيب كابتن عبد العاطي بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المدرب العام لنادي النصر. نخش على لقاء الاهلي وبتروجيت. النادي الاهلي بصراحه اداء ممتع للغايه، تفوق على بتروجيت بثلاث اهداف مقابل لا شيء. كابتن ربيع كانت مواجهه قويه ما بين النادي الاهلي وما بين بتروجيت، واخد وجهه نظر حضرتك وايضا وجهه نظر كابتن شريف في هذا اللقاء الممتع صراحه. هو الاهلي طبعا نتيجه طبيعيه جدا، هو الافضل هو الاحسن، هو الخبرات والقدرات، هو الطموح في المنافسه باذن الله المركز الاول. هو ماتشات مؤجله ومهمه جدا، وفي نفس الوقت الفتره الاخيره في الثلاث ماتشات الاخر يمكن النتائج ما كانتش زي ما احنا عاوزين. يعني النادي الاهلي بيمشي بطريق واحد والفوز دايما، لان الدرع احنا دايما بنحب نحتفظ بالدرع دايما، بطوله الدوري المكان المفضل والبطوله المفضله والترتيب المفضل هو عند جمهور الاهلي واداره الاهلي ولاعبيه، وهو المركز الاول. فالطبيعي جدا ان انت بتختار قدرات معينه قابل بيها كل المتغيرات اللي قدام. بتروجيت فريق اعتقد انه السنه دي مش هو بتروجيت اللي نعرفه، مش ماشي يعني. بتروجيت كان عنده شخصيه، عنده انياب، عنده الشخصيه كان متعب جدا لحد اخر لحظه، ممكن كنت بتكسبه بس تكسبه برده كان بيبقى فيه نديه. محمد يوسف طبعا عشان برضه مسك الفرقه متاخر، لكن النتائج رايحه وجايه رايحه وجايه. قدرنا نتفوق بثلاث اهداف، الهدفين لعبد الله السعيد تقريبا وهدف لوليد سليمان. ده طبيعي جدا جدا، اعتقد ان الاداء كان اعلى وافضل واحسن في ماتش بتروجيت. كانت حاله اللعيبه كويسه جدا، حاله الجهاز الفني في سير المباراه، التدوير، التغييرات، كلها الامور كانت بنسبه كبيره الاهلي هو الافضل هو الاحسن. عشان كده توج بثلاث اهداف في ماتش كان مهم جدا، وحتى بعد عوده اللعيبه المهمه معلول رجع، لعيبه كتيره جدا شفناها بفضل الله تعالى ولعيبه استريحت، فالاداء الفني مجمله كله كان لصالح النادي الاهلي، فعشان كده كانت النتيجه 3-0. طب كابتن شريف، سرعات ازارو، مهاره عبد الله، ايضا مهاره وليد سليمان كان ليها مفعول صراحه جميل في هذا اللقاء. هل حضرتك شايف ان ممكن ده يستمر في لقاء النصر؟ والله احنا من كل ماتش للماتش الثاني حاله اللعيبه هي اللي بتثبت الاداء والسرعات جوه الملعب. فعوده وليد سليمان دايما بالنادي ان هو من اخطر اللعيبه اللي هو موجوده، عدل الدفع وخلى فيه شكل هجومي جيد جدا، واداك احساس وانت بتلعب في الملعب ان في ترجمه وفي اهداف هتيجي اكيد. عبد الله السعيد باصراره ومحافظته على نفسه وعلى لياقته بيخليك دايما حاسس ان هو مبتكر في الملعب على طول، يقدر يعمل لك اي كره تجي جون، يقدر يجيب اجوال، يقدر في الثوابت تعتمد عليه تماما. وجود اللعيبه من نص الملعب لغايه الفراوده في الميكانيزم بتاعهم اللي بيطلعوه مع مسانده الطرفين، هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بما حضر الحقيقه، النادي الاهلي ما فيش حاجه زياده غير ان اللعيبه بتثبت ان هي قادره على تحقيق المسار وتبعد عن الاصابات اللي موجوده وتعوض. فاللعيب هو بلياقته بعدم الارهاق اللي هو ملازم للفريق في كل ناحيه، انت النهارده بتلعب ماتش وتاني يوم بتلعب اتلتيكو مدريد وملزم باسمك وكيانك لان انت نتائجك اكبر من اتلتيكو مدريد كمان، وكنت تقدر تعمل نتيجه كبيره قوي عليه، وما يعني قدر الله ما شاء فعل ان احنا ما كسبناش اتلتيكو مدريد كمان بالمنتخب بلعيبه الاهلي هي اللي حققت النصر على اتلتيكو. فانت عندك انت مسؤوليه انت اللي بتفرضها، اللعيبه هي اللي بتفرضها عليك، الجماهير لسه بره الملعب مش موجوده معاك اللي هي بتاثر عليك داخل الملعب، انما كانت موجوده يوم اتلتيكو كان في شكل جميل جدا فديه، عملوا لنا احساس كويس، شفنا الزياده العدديه اللي بتيجي من الاطراف، شفنا الثرو باس اللي بيحصل، شفنا الاحساس باللعيبه ان هي عايزه تبقى متواجده وعايزه كل اللعيبه حتى اللي لعبت ماتش بتروجيت. فاللعيب هو اللي بيحدد كل حاجه جوه الملعب واللي مطلوب منه وبيعمل الزياده كمان، فاللي حصل من الزياده اللي عمله عبد الله السعيد وعمله وليد سليمان. وعندك مؤمن النهارده برده عنده احساس، يعني لسه ما حدش قال ان مؤمن حقيقة ده هدف صحيح، ده اللي اتلغى وملغي بداية التسلل جاي من ورا زي السهم وزي الطلع، وده ودي مفاتيح الراجل ده ومفاتيح فوزه. وان شاء الله لما الهدف ده كان هيفرق معاه كتير قوي، كلنا زعلنا عشان كده. يعني هبص الكره ده راجل فيه 3-4 ياردة،
يمكن هو حسابها على الثاني بقى. هو حسابها على وليد مش وليد كمان اظهره لم يتكن متسلل كمان. نعم انا عيني خدت دلوقتي ان هو طب حسابها ازاي يعني. طب يلا الحمد لله. برضه عايز اسالك كابتن شريف, سرعات اظهره وبطء دفاع النصر, يعني احنا شفنا حتى النصر امام المقصه الهدف اللي احرزه نانا بوكو كان في فرق سرعات كبير للغايه نانا, واظهره من اللعيبه السرعة حتى هنا في الهدف ضربة الجزاء اللي حصل عليها في فارق سرعة, هل ممكن يعتمد على هذا الأمر كابتن حسام البدري؟ والله أنت اديتني المعلومة دي قبل ما احنا نبتدي الاستوديو, يعني أنت بقيت يعني محلل كمان كويس جدا ومقدم برامج كويس ومدرب بقى فاروق كويس. يعني الحقيقة أنت بتتكلم في حتتين وأنا ابتديت بيهم الحوار, إن الاتنين اللي في النص عندهم الارتداء بتاعهم ضعيف جدا, التصرف في الكورة بطيء, دايما بيحبوا يبانوا قدام الفرق الكبيره ان هم بيقدروا يستحوذوا وبيدوهم فكر وعندهم عشان العين تاخدهم ويمكن اي حد يفكر فيهم وموجودين. طبعا السرعات اديك شايف انت بقى شكله عامل ازاي, هو جاي من الخلف مع اي حد الحقيقه مش مع الاثنين دول بس. وليد سليمان بيكون سليم وما فيش اي حاجه اعاقه ليه, بيترجم كل الكرات والارسالات والثوابت وكل حاجه هو وعبد الله لكيان داخل الملعب. اللي بيفرق معاك انت كفريق انك انت يبقى لك بس السبق في البدري وتغطي الهدف, انما هتقعد لتاني تايم وانت عندك اصلا مشاكل في التعادليات وماتش اللي احنا اتكلمنا عنه المقاطع. هذا اللقاء تاني تايم النادي الاهلي فنش اللقاء خلاص فنش. وبص شكل النادي الاهلي بينقل الكره ازاي, طول ما النادي الاهلي بينقل الكره السليمه دي ومفيش ميس باص انا بطمن عليه وهو في الملعب الحقيقه, لان عنده سرعات طبعا ما صعب اي فرقه موجوده في الدوري حاليا حتى الاسماعيلي والمصري انه يجاريها. احنا لسه هنعرف راي كابتننا الكبار كابتن ربيع السين في طريقه اداء النادي الاهلي امام فريق النصر, لكن بعد هذا الفاصل اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حاجة. اهلا بكم من جديد مشاهدينا, ونكمل كلامنا وتحليلنا الفني للقاء النادي الاهلي امام بتروجيت وايضا كيف يواجه فريق النصر. كابتن ربيع, النادي الاهلي ادالنا ثلاث اهداف على اعلى مستوى, الهدف الاولاني كان فيه فكره من كابتن حسام البدري ان ازاي يضرب دفاعات الخصوم بسرعات ازارو, الهدف الثاني ولا اجمل تعاون ما بين عبد الله السعيد ووليد سليمان, ثم الهدف الختامي لعبد الله السعيد واحد من اجمل يمكن ان لم يكن اجمل صراحه هجمه مرتده في الدوري الممتاز, ده هدف وليد سليمان في تعاون كتير جدا. طريقه التعاون الهجومي في النادي الاهلي من الناحيه الهجوميه مع كابتن حسام البدري جميله كابتن عربي. بصوا انا ببني شغلي كله على امكانيات, انا ببتدي اجهزها كويس قبل المباراه دي مهمه جدا وطريقتي, وفي نفس الوقت سير المباراه قلنا ان مهم جدا جدا عند المدير الفني وقراءة المنافس، المنافس جيد جدا في سلبياته وايجابياته وهو ماشي ازاي في ثلاث الملعب طول وعرض. وانا هاجم من وسط ملعبي وهاجم من الامام ولا هاجم ابتدي من خط ظهري, ده مهم جدا. احنا قلنا النادي الاهلي ان احسن نادي في مصر بيتحول من دفاع لهجوم, يملك الاتي: النادي الاهلي اللي ما يعملش حسابه كويس قوي في تحوله من دفاع, لما بيلاقي مساحات, لما بيلاقي سرعات, لما بيلاقي تمرير, لما بيلاقي تحرك, لما بتلاقي لمسه ولعبه بفنش, هو ده النادي الاهلي. نعم. تحول من دفاع لهجوم. فبالنسبه للهدف طبعا الثالث اللي جه, بالنسبه للهدف الثالث اللي اتكلم عليه حضرتك ده هدف طبعا عالمي ومعظم ال طب كابتن ربيع, تمركز فريق بتروجيت من المتوقع ان يلعب بيه نفس الطريقه فريق النصر, والتعاون اللي ما بين احمد حمدي وعبد الله ووليد, يعني هل حضرتك شايف ان التمركز ده صح؟ وزي ما قلت ان لا, التمركز الدليل انها جت جول, يعني التمركز مش صح. 2 4 6 8 2 4 6 6 احمر ضد 8 اصفر وتيجي جول, يبقى التمركز خاطئ. هنا في حاجه اسمها فرديه, في حاجه اسمها رقابه, في حاجه اسمها توازن, في حاجه اسمها تغطيه, في حاجه اسمها تحفز, في حاجه اسمها عمق.
طب ما فيش عمق في ال 18 انت قريب جدا من الجول، انما لو في الثلث الاخير، انما على الاقل على الاقل في ال 6 يارده في ال 18 الرقابه المان الراجل، انا شايف الكوره والراجل في صدري، ده مبادئ مبادئ مبادئ، خد بالك ابسط المبادئ الدفاعيه، على الاقل ناخد الراجل. انت النهارده بص يا محمد، لو جبت كوره من اولها، الكوره من الاول خالص، معلش هدف ده من الاول، ادي واحد استلم، ده مين ده؟ ده عبد الله السيد كان بيضرب الاوفسايد، ماشي نعم. عبد الله السلم اثنين، يعني بص اثنين حافظوا على الكوره، ومعلول عمل الاوفر لاب مع واحد ما طلعش مره، ثلاثه وده احمد حمدي، احمد حمدي الوارد عبد الله نعم. وليد سليمان فاضي، كل ده فاضي نعم. ماشي توقف في 18 بص وليد سليمان فاضي خالص وبيراخد عليها مساحه، المساحه دي خلي بالك الكام يارده ما تتوجش في 18 الحمد لله، الكام يارده دي كتيره جدا، بس وليد كان ذكي يا كابتن، اخر نفسه متأخر. خطوه ماشي بتكلم عن المدافع دلوقتي نعم. ما هو وليد ذكي انت عندك قدرات خاصه، عندها حلول في اي وقت، حتى لو وليد لها مساحه ممكن وليد، لانه وليد مهاري على اعلى مستوى نعم. الحلول موجوده في عبد الله، في وليد، في ازارو، واخد بالك، في احمد حمدي، في لعيبه كتيره جدا، فالتمركز الدفاعي غير جيد، حتى ما ضغطش، ما قطعش كوره، هنا ما فيش حاجه اسمها قطع كوره خالص، لكن المهاره العاليه جدا والتحرك العامي جدا والانسجام، واخد بالك، والرؤيه الجيده من عبد الله لوليد هدف هايل يعني. طب كابتن شريف، النادي النصر من المتوقع انه برضه بيلعب بنفس التمركز الدفاعي في الناحيه الدفاعيه، وخاصه ان الاهلي هيلعب على الاستحواذ، هل الاهلي يلعب بنفس طريقه لقاء البتروجيت؟ يعني مثلا الهجمه المرتده دي لو جت من اولها من احسن هجمه مرتده في الدوري الممتاز، كلها لمسه واحده، حتى ميدو جابر عفوا اسلام محارب عملها ما بين رجلين الراجل لعبد الله السعيد اللي خد مكان راس الحرب عشان يحط لها. هو كابتن فاروق الجول ده جه نتيجه ايه؟ نتيجه احساس اللعيبه بسرعتهم في الملعب بضرب الخطوط، بص ادي الباص اللي انت قلت عليه نعم. شايفين بعض، الراجل مسك الكوره طلع الراجل، بص السرعات عامله ازاي نعم. بيجبره ان هو يديله الكوره، فهو اداله الكوره وبياخد له مكان تاني بيلعبها له، في السرعات الناحيه اليمين اتنين، حتى لو عدت عبد الله في راجل جاي كمان اللي هو ازارو ده جاي من الناحيه الثانيه، عبد الله بيوقف وبيشوف وبيصوب وعنده نفس التركيز ونفس الحماس اللي كان عند وليد سليمان اللي هو مستني الكوره تجيله، ازاي وليد جاب الكوره دي وعبد الله جابه، كل واحد بيفكر قبل الكوره، لو الكوره جات لي انا هعمل فيها ايه؟ نعم هي البدايه ادي واحد البدايه ادي الفكر ادي لمسه وادي الباص اللي انا بقول لك، طول ما الاهلي بيلعب باص سليم طول ما انت بتلعب باص سليم محدش يقدر يجيبك. الثانيه الثالثه لاسلام محارب ده كونتر اتاك، انا بعتبره من اسرع الفرق اللي هي بتعمل بقى الاستلامه هنا مصر. وبعدين راح هو اكيد اسلام نادى عليه مديها له، هم واضحين بسرعاتهم وهم متجهين ناحيه الهدف والناس مش قادره تلاحقهم حتى في السرعات اللي هي موجوده فيها. اعتقد ان هم لو في الحاله دي ومفيش ارهاق ومفيش احساس بالتعب في اي مباراه ودايما ليدنج وبيجيبوا جول وبيغطوه، هيلعبوا الاداء ده في كل مباراه. عندهم سهوله جدا في التحركات مع بعض، بيشوفوا بعض كويس قوي طول ما هم بيجروا، بيدوا الشكل الجمالي بيحصل عن السرعات وعن اللياقه البدنيه اللي جوه، ما بيجيلكش بقى حد يقول لك انا النهارده بلعب، انا عندي شد، انا عندي الضمه، انا عندي، مش هيقدر يعمل السرعات دي ومش وكل واحد نفسه يبقى موجود في الصوره وكل واحد نفسه يادي اللي عليه، وفي بقى خبرات موجوده كمان، وليد سليمان بالباص ده، عبد الله السعيد بالاستقبال والتصويب، دي الحاجات بقى اللي فيها الثمن وفيها النجوميه وفيها الاسماء. عبد الله السعيد كابتن شريف وارد انه طبعا خلاص هو مش هيلعب غدا عشان الاصابه، مين اللي ياخد مكانه؟ هل احمد حمدي الراجل الصاعد الواعد، واحد من البلاي ميكرز ولاد النادي الاهلي اللي عندهم مهاره جميله، ام اسلام محارب اللي ابتدى ياخد خطوات مهمه جدا داخل فريق النادي الاهلي؟ كل لعيب هو اللي بيحط الخريطه لنفسه قدام المدرب نعم. فانا شايف ان احمد حمدي كان شكله واضح جدا وامتاز معاهم في التاقلم نعم. حجز لنفسه شكل جوه اللعيبه وابتدى يباصي وابتدت اللعيبه تحبه، انت عارف احنا كنا بنيجي نلعب مع اللعيبه زمان يقول لك ايه، باصي مع اللعيبه الكبار، خليهم يامنوا لك، خليهم يلعبوك معاهم، فهو الراجل عمل الروشته دي وعمل الحلول دي جوه الملعب، فبقى موجود وبقى ظاهر وعنده برده من السرعات ونفسه يكون موجود في الفرقه ويقول انا احمد حمدي اللي موجود، انا احمد حمدي اللي يقدر يعوض اي حد، انا احمد حمدي اللي بدور ان انا ابقى اساسي في الفرقه، وجميع اللعيبه الحقيقه بهذا المستوى بهذا الشكل في النادي الاهلي ومتربيين على هذه المبادئ والكيانات، ان احنا نبقى اللعيبه اللي عندي لعيبه اي كلاس، مش سي كلاس ولا بي كلاس، السي والبي ما بيحجزش لنفسه مكان في التوليفه او التشكيله الاساسيه اللي انا بسميها من 11 ل 16 لعيب او 17 لعيب، فهو ده شكل اللعيب اللي انت تقدر تتكلم فيه وتقدر تخلي عبد الله مخضرم زي ده بيامن لاحمد حمدي، احمد حمدي يقدر يشوف كويس قوي امكانيات عبد الله ويأقلم نفسه على امكانيات عبد الله ووليد السعيد، عندك مؤمن زكريا ووليد سليمان وسرعات ازارو
اما بيكونش فيه اجاييه انت النهارده بتدور على البديل كمان ما عندكش عبد الله فلازم لعيب يبقى سريع جدا لعيب عنده سنس ان هو يباصي امتى عنده سنس ان يبعت لك الشيب يبعت لك الباص ان بتوين يبعت لك الشوطه هو يشوفها لنفسه يعمل نفسه هيباصي ويعمل ويروح مسدد هو من جاي اعتقد ان كل الحاجات دي متوفره في هذا اللاعب. كابتن ربيع كيف يبدا النادي الاهلي من ناحيه التشكيل ومن طريقه اللعب؟ طريقه اللعب معروفه طبعا من 4 2 3 1 طبعا بالتطوير بقى على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي اللعيبه مع حسام البدري قدروا يحفظوها قدروا يفنشوا بيها ماشيين كويس حققوا بطولات بيها والتشكيل انا هيبقى ثابت 9 لعيبه لان المشكله بقى في 2 بس الشناوي زي ما هو باذن الله تعالى وعندك معلول في الليفت وايمن اشرف ورامي ربيع ده 3 عندك الديفندر السولير باك رايت اجله دلوقتي عشان انا برضو بدماغي بحاول افكر طيب هل يبقى باسم علي واحمد فتحي يبقى في النص مكان عاشور ولا ممكن يبقى في مثلا هشام محمد واحمد فتحي انا وجهه نظري ان انا ابدع ويبقى عندي واخد بالك لان يعني احاول اوجد شكل بمراكز بوجوه جديده عشان تعمل لي اضافه نعم مش هعمل انا لكن هو ممكن يعمل فتح في جنب السوليه ولعب باسم علي ده ممكن اللي يعمله حسام انا كنت العب باسم احمد فتحي في الرايت وخلي هشام مع السوليه ده وجهه نظري انا لكن هو اقدر واحد طب هل مثلا يفكر في ماتش القمه اللي بعد لقاء النصر فممكن يدفع بوجوه في هذا اللقاء ويوفر لعيبه محتاجه مثلا راحه للقاء القمه ما انت انت بناء على في المنافس اللي قدامك حجمه الفني وقدراته البدنيه والمهاريه والخططيه خلال 90 دقيقه انا نسبه بوك يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى لكن انا لو سالتك سؤال بالنسبه الاهلي نسبته كام في الفوز والنصر نسبته كام 85 ل 15% مع احترامي طبعا ممكن النصر يحقق ده الكره في الملعب انما انا بتكلم بواقعيات وقدرات موجوده على ارض الملعب الحاجه الثانيه بقى عشان كده افكر ان انا ممكن ادور لعيبه واشوف خد بالك وادي الثقه واجهز مفاجاه نادي الزمالك عن طريق وجهين ادور بيهم واخش المشكله اسلام معارف ده ممكن تديله عشان محمد ممكن اديله ده انا بقول مركزين ما بقولش 7-8 يا محمد واخد بالك فحافظ على احمد فتحي في الرايت ووظف هشام محمد احطه جنب السوليه طب باكا هيلعب لان هو لعب الماتش اللي فات بدا بيه حافظ عليه واديله الثقه وليد سليمان وجهه نظري انا ممكن يبقى مكان عبد الله السعيد وليد كويس وهداف وبيروح ووجوده مهم جدا اظهره زي ما هو الباه هنا انا هلاعب انا عندي طبعا احمد الشيخ ولا عندي اسلام محارب ولا عندي مؤمن زكريا وعندي حمودي محمود يقول مثلا هيبقى احتياطي بديل انما الثلاثه دول ابدعوا وسجلوا محارب ماشي كويس جدا زي ما انت شفت وصنع هدف ومؤمن جاب هدف عالمي واخد بالك ولسه معايا في الفورمه احمد الشيخ سجل الثلاثه في فورمه فواحد من الثلاثه دول يبقى موجود مع الثلاثي الهجومي كابتن شريف سريعا التشكيل من وجهه نظر حضرتك وعايز اسال حضرتك ايضا هل من الوارد مشاركه مروان؟ ده اكيد مروان هيكون له دور بعد الضغط اللي حصل عليه على ماتش اتلتيكو مدريد ده وانه بيلعب تحت ضغط من ناس اي نعم ما كانوش موفقين قوي يومها كان حته برضو فيها اختراق لاتلتيكو مدريد انما ارضيه ملعب برج العرب بالاستحواذ بالتسلم بضغط تحت لعيب محترف زي دي اكيد فوقته اكيد اداته عشان كده انا قلت هو في الماتش اللي فات من احد العناصر اللي احنا كسبناها روحه بقت في الملعب مع فرقه كبيره جدا احساسه في المباراه الوديه دي انها مباراه رسميه محترفه دي بتعوضه كتير قوي ان هو يقدر يكون موجود في فرقه زي فرقه النصر وقال هو حسام بدري بيفكر فيه في ماتش الزمالك عايز يبقى معاه في المحطه دي طبعا اكيد لازم يكون ليه وجود وكل ما توفق ازاره كل ما كان البديل بيخلي نفسه اسرع ان هو يكون موجود اخف يعني ده انا رحت قلت لمروان انا عايزك تنزل ملعب خفيف ما تحسش فيه تقل لسه في ركبتك ما تحسش ان الاصابه لسه مأثره عليك عشان تقدر تلعب عشان تقدر يبقى لك وجود تقدر تدي الامكانيات اللي عندك فانا شايف ان محمد الشناوي علي معلول ربيع رامي ربيعه ايمن اشرف باسم علي احمد فتحي السوليه مؤمن وليد واحمد حمدي وازار يعني ده تشكيل من وجهه نظرك سريع يا كابتن التوقعات حضرتك للقاء كل التوفيق ان شاء الله بكره ما بقاش في ماتش سهل ربيع دايما يقول لنا كده انا اقتنعت بهذه المقوله الحقيقه بعد اللي شفته في المباريات بعد الهدف الاولاني نبقى نتكلم نقول النتيجه ممكن تبقى شكلها يعني مش 3-0
انا طول عمري بقول 3-1 بس خلاص ربيع لما رجع خلاص ما بقى 3-0 ان شاء الله. كابتن ربيع توقعك سريع. خير ان شاء الله الماتش كويس ونعمل نتيجه كويسه باذن الله تعالى. في ختام حلقتنا ما طبعا لازم نشكر ضيوفنا الكرام كابتن مصر النادي الاهلي كابتن شريف نورتنا يا كابتن. بشكرك كابتن بشكرك وبشكر كابتن ربيع. ايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ربيع شرفتني ونورتني كابتن. شكرا كابتن محمد شكرا كابتن شريف. كل التوفيق غدا للنادي الاهلي لقاء مؤجل من الاسبوع الثامن الاهلي يحتاج الى مواصله المشوار نحو الصداره ان شاء الله قبل لقاء القمه يكون النادي الاهلي حصل على 3 نقاط مهمه امام نادي النصر. تحيات شكر موصول لكل طاقم العمل وايضا لحضراتكم وفي الختام لا يسعنا الا السلام واوعوا تروحوا بعيد نادي الاهلي حبيب.